Good morning, everyone. صباح الخير على الجميع. لا نزال ننتظر مشاركين إضافيين، ولكن الوقت ضيق، لذلك نبدأ الآن ونبدأ بجولة تعارف قصيرة. بعد ذلك سنبدأ ببعض المداخلات التمهيدية ونتحدث عن لوجستية الجلسة. السيد لينستروم من وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، ألمانيا تستضيف هذا المؤتمر في هذا العام. إذن صباح الخير على الجميع السيدات والسادة، وأهلا وسهلا من الدولة المستضيفة. اندهشنا من عدد المشاركين ونحن سعداء جدا أن نستضيف هذا المؤتمر. ألمانيا تدعم مبدأ تعدد الأطراف بشدة، وحاولنا أن نصل إلى جميع المجموعات التي كانت غير ممثلة إلى الآن، والحكومة الألمانية تدعم أيضا عمل اللجنة العليا للتعاون الرقمي. وعن الحكومة الألمانية أود أن أشكركم على ما قدمتموه وعلى إسهامكم في وضع تقرير الهيئة العليا. كلكم تريدون أن تساهموا من أجل مستقبل الGF. التقرير صدر في شهر 6 هذا العام، وبالتالي انطلقت عملية. لدينا ردود أفعال من جميع المعنيين، من الحكومة، من الشركات والمجتمع المدني والمنظمات. الجميع ساهموا في ذلك أثناء الأشهر الأخيرة، وكانت هناك عملية عن طريق الإنترنت، ويمكن الاطلاع على النتائج في الإنترنت أيضا على الإنترنت. وشاركوا في ذلك آخرون أيضا، منهم يوروديك. النتائج يوروديك سوف تصدر في 28 نوفمبر. نحن اليوم في اليوم الأول لIGF 2019، وننتظر العديد من المداخلات المهمة أيضا من قبلكم. يسعدني أن نناقش هنا. ألمانيا مكلفة من الأمم المتحدة بإجراء العملية والتوصية رقم 5. البلد الآخر هو الإمارات العربية المتحدة. في الأشهر القادمة إذن سوف نحاول أن نضم جميع الأصوات ونتطرق إلى جميع المجموعات، جميع مجموعات المصالح، فعملكم مهم جدا لعمل الطاولة المستديرة كثيرا. فقط إذا اجتمع الجميع نستطيع أن نقيم حوارا عالميا حقيقيا، وسوف نتحدث عن بنية إدارة الإنترنت وكيف من المفترض أن تكون، وماذا سوف يحصل مع التوصية رقم 5. نتمنى أيضا أن نتوصل إلى حلول ملموسة. سيداتي وسادتي، أود أن أدعوكم أن تشاركوا في عملية التشاور هذه وأن تشاركوا في هذا الحوار. يسعدني أن نجري هذا النقاش. أهلا بكم من جديد. شكرا جزيلا دانييلا. أعتقد أنه من الأفضل أن نقوم الآن بجولة التعارف، وبعد ذلك نستمع إلى فابريتسيو هوخشيلد، وهو مكلف بالإعداد للاحتفال للذكرى 75 لتأسيس الأمم المتحدة، وهو مكلف أيضا بشؤون التكنولوجيات الجديدة، وهو
سوف يقدم بعض جوانب عمله بعد قليل. لدينا أيضا بنيديتو فونسيكا الذي تعرفونه، فهو يساهم في هذا النقاش منذ سنوات عديدة. هو لا يمثل حكومة البرازيل هنا، إنما هو موجود هنا من أجل أن يطلعنا على خبراته في مجموعة العمل لتحسين التعاون. وأنا لين سانت أمر من مجموعة الاستشارة. إذن السيد روتشيلد، تفضل إلى المنصة، قوم بمداخلتك. سوف نشرح لكم كيف بدأت العملية. كان ذلك في عام 2015، التشاور حول مؤتمر القمة للاتصال، وطلبنا من الناس أن يجلسوا كل واحد في مجموعاته من أجل التحدث عن طريق الميكروفون، وسوف نتمشى من طرف إلى آخر، ويمكن المشاركة أونلاين أيضا. هي المجموعة الخامسة. بالطبع تستطيعون أن تجلسوا أينما أردتم، ولكن عندما تتحدثون فالأفضل أن تستخدموا الميكروفون الخاص بمجموعتكم. وعندما تتحدثون فعرفوا عن نفسكم باختصار في البداية. سوف نعطي دقيقتين ونصف لكل واحد، وعلينا أن نختم الجلسة في الساعة 12:30، ونريد أن نستفيد من هذا الوقت المتاح لنا. إذن سوف نتحدث عن اللوجستيات بعد قليل، ولكن أعطي الكلمة الآن لسيد فابريتسيو هوخشيلد. صباح الخير على الجميع. جميل أن أكون هنا في هذه الغرفة الصغيرة المريحة، وأود أن أشكر المنظمين لهذا المؤتمر، فتنظيم هذا المنتدى ممتاز والدعوة وصلت إلى الجميع. يشرفني أن أفتتح هذا النقاش وأديره. لين تحدثت قبل قليل، وهي اشتغلت لمدة 4 سنوات في هذا الموضوع وفي إدارة الماج، يعني المجموعة الاستشارية لتعدد الأطراف. كما قالت لين، نحن نحاول أن نستفيد من منتدى إدارة الإنترنت هذا من أجل أن نحصل على ردود الأفعال على التقرير الأمين العام. هدف التقرير هو متطابق مع أهداف المنتدى، فهو تعزيز التعاون الرقمي بين مجموعات المصالح المتعددة، الحكومات، المجموعات المدنية، وما هناك من منظمات. بالطبع هناك تعاون منذ زمن طويل، ولكن تم تشكيل هذه المجموعة لأن الأمين العام شعر أن التعاون غير مستنفد بعد بشكل كامل، أو كما تتطلب ذلك التحديات. هو يعتقد أن التعاون ضروري من أجل الاستفادة من محاسن التكنولوجيا الرقمية أكثر، ومن أجل احتواء المخاطر. فالتعاون الدولي فيؤمن أن يكون هناك تفاعل وتشارك، وأن تكون هذه التكنولوجيات متوفرة في جميع الدول. 3.66 مليار من البشر لا يحصلون على خدمات الإنترنت، وهناك حاجة كبيرة
لتأمين الإنترنت ولحماية البيانات الخاصة ولحماية الرأي الحر. العمل الكبير هو مرهون بالإطار الوطني والدولي والإجراءات الإقليمية، ولكن هذه التكنولوجيات لطبيعتها تتجاهل الحدود، فهي عابرة للحدود، وجميع المتواجدين في هذا المنتدى يريدون الحفاظ على ذلك بالذات. من أجل أن تكون هناك بنية عالمية حقيقية، ومن أجل ذلك ومن أجل التقليل من المخاطر، فلا بد من أن يكون هناك جهود وطنية وإقليمية ودولية. الإنترنت المجزأ من شأنه أن يقوض الإنترنت الحر والمفتوح. في شهر سبتمبر كان هناك الكثير من التصريحات والبيانات، والأمين العام وإريك شميد رئيس شركة ألفابت وبراد سميث كلهم اتفقوا على أن تجزئة الإنترنت قائمة، وهناك خطر أن يكون هناك قسمين، يعني هناك منطلق أمريكي وآخر صيني، فتجزئة هذا الإطار خطير. الولايات المتحدة والصين وروسيا لكل واحدة منها منطلق وقواعد مختلفة، وهناك أيضا نزع لتأمين وجود مراكز التمويل في دول معينة، ولكن ليس لمصلحتنا أن نتجاهل خطر التجزئة هذا. نحتاج إلى إنترنت حر وآمن، وقدرتنا على وضع خطوط عامة عريضة إيجابية من أجل تمكين جميع المجموعات مهم، ومن الضروري أيضا أن نستفيد من محاسن التكنولوجيا الرقمية وأن يستفيد من ذلك الجميع. من أجل لا يكون هناك تشاؤم حول التكنولوجيا الرقمية، وبالتالي نحتاج إلى منطلق يشير إلى المخاطر ولكن بشكل بناء من أجل الاستفادة من المحاسن الموجودة. أعطيكم مثالا على ذلك، حيث هناك اتفاق دولي، وذلك في مجال سوء أو الاستغلال الجنسي للأطفال في الإنترنت. كان هناك مقال في نيويورك تايمز حول ذلك، فقال أن عدد التقارير حول الاستغلال الجنسي للأطفال في الإنترنت ازدادت كثيرا، أكثر من نمو الإنترنت. ففي عام 88 كان هناك 3000 تبليغ حول ذلك، وفي العام الماضي فشركات الإنترنت تحدثت عن 45000 فيديو وصورة للاستغلال الجنسي للأطفال، أكثر من ضعف رقم العام السابق. إذن هناك اتفاق عبر للحدود على ضرورة مجابهة ذلك ومراقبة أكثر، وهذا يتبين لي بأننا إلى الآن لسنا على مستوى المسؤوليات على الصعيد الدولي. آليات التعاون الدولية
ليست كافية بعد من أجل مجابهة هذه التحديات، فالتعاون الدولي لا يزال في بداياته. الإشراف الحكومي صعب في هذا المجال، نحن نعرف ذلك، والتشريع هو متخلف بالمقارنة مع التقدم التكنولوجي، وهناك أيضا مناخ من الوطنية والانعزال الوطني على حساب التعاون الدولي، رغم أننا بحاجة إلى ذلك بالذات، خاصة من أجل تفادي مساوئ الإنترنت أو الرد على تحديات مثل تحول المناخ. ومن الضروري أيضا أن نعالج الفروق الجغرافية، وعلينا أن نجتهد أكثر من أجل أن نراعي مصالح الجنوب العالمي. الدول الأوروبية 18 فيها نسبة موصولية 90%، أما في الدول الفقيرة فهي يعني تصل نسبة الموصولية هناك إلى 20% فقط، يعني فقط ربع النسبة المذكورة في الأول. فالبنية التحتية الضرورية من أجل تحسين ذلك، هذا لا يمكن إلا إذا كنا على مستوى التطورات الحديثة وتفادي التبعية. وهناك نقاش حول سياسة التنظيم هذه، الكثير منا هنا في هذه الغرفة أيضا معظمنا من الدول الصناعية، بالرغم أن الدول النامية هي تستطيع تستفيد أكثر من هذه التكنولوجيات. ألمانيا عملت كثيرا من أجل جمع هذا المنتدى لناس من جميع أنحاء العالم، ويتعدى ذلك أيضا الدول التي عادة هي المسيطرة في هذه المنصات، ونأمل أن يكون ذلك في المستقبل أيضا. المنتدى تقدم كثيرا، ولكنني نعتقد أنه ليس علينا أن نعتمد على المكاسب الموجودة إلى الآن، إنما علينا أن نزيد من مشاركة النساء وغيرها من المجموعات التي هي غير ممثلة بشكل كافي في هذا الجدل. الجلسة العمومية هي فرصة كبيرة للكثير من المجموعات، مجموعات المصالح والمجموعات الجغرافية، من أجل أن تساهم في التعاون الرقمي، ومن أجل التعاون في إطار 5A و B. الأمين العام للأمم المتحدة مدعو ليطلق عملية لتحسين التعاون الرقمي بهدف أن يكون هناك التزام رقمي من أجل التعاون عندما تحتفل الأمم المتحدة في العام القادم بذكراها 75 من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في التعاون المشترك. والأمين العام للأمم المتحدة ربما سيعين أيضا مبعوثا خاصا للتكنولوجيات. هناك ثلاث إمكانيات حسب هذا التقرير، أو ثلاث نماذج. أولا منتدى إدارة الإنترنت بلس، الذي يعزز من مبدأ تعدد الأطراف ويقترح بنية حيث فيها مكتب إشراف ومنصة من أجل تحقيق نتائج أفضل، بما في ذلك الدعم السياسي لمن يحتاج إلى ذلك. وإلى ذلك هناك أيضا ما يسمى بالبنية اللامركزية، حيث يتم الاعتماد على البنى الموجودة
ويتم الاستفادة من الشبكات الأفقية، وأن يكون هناك قوة مهمات أيكن تشارك في ذلك، و الـ 3E. إذا بنية لا مركزية إلى حد بعيد. والخيار الثالث المطروح من قبل دقيق هو الهندسة المعمارية المشتركة للإنترنت، يعني هذا يحدث إلى رؤية مشتركة ويأخذ مثالا من المجال الفضائي والتنظيم البحار، حيث المجتمع الدولي يحاول أن يقدم مبادئ من أجل المضي قدما في تعاون فعال كي تكون هناك مجالات معينة مبرزة على أنها سلعة جماعية. فهنا يعزز هكذا التشبيك في الإطار العالمي الدولي. كي نعطيكم فكرة عما هي النقاشات الجارية حاليا حول التوصيات رقم 5000 و5000 باء، على سبيل المثال لدينا تعليقات من 5 أطراف شأن من المجتمع المدني ومن الحكومة إلى آخره، وإذا حصلنا على الكثير من الردود من ما يزيد عن 100 جهة مختلفة. ومما توضح من خلال ذلك أن في إطار الحكومات أن هناك جدالا، يعني اختلاف الآراء والمواقف. هناك البعض يخاف من أن إطار دولي لربما سيتدخل إلى في شؤون الأسواق الحرة، ومن أنه لربما يعني خلال ذلك سيفقد الطابع الحر والمفتوح للإنترنت، بينما مجموعات أخرى تود التعزيز والتركيز على منهج من خلال التركيز على الأقاليم، خاصة فيما يخص حماية البيانات. والبعض الآخر أيضا يقلق من أن السياسة الدولية ستتدخل، قد تتدخل في التقنين والتنظيم، خاصة في الجو الحالي حيث هناك الكثير من الشكوك وعدم وجود الثقة حول القدرة لسيارة إطار دولي. إذن هناك شكوك كثيرة بالنسبة للنية الحسنى، حيث أنهم يقترحون شيء في هذا الصدد. أظن أنه وراء كل هذه المواقف والآراء هناك طموح، حيث نرى أن هناك تعب نوعا ما فيما يخص المناهج الدولية. حتى المنظمات الصغيرة التي قد تكتسب الكثير من خلال الحماية من قبل إطار قانوني دولي تترجح ما بين الإيجابيات والسلبيات. فتحاول إلى حد ما أيضا أن تنسحب نوعا ما في أزمنة الخلاف هذه. إذا لو وددنا أن نتقدم ونحرص تقدما، لو نتفق على أننا بحاجة إلى النظم الإطارية الدولية كي نعزز ونشجع إنترنت دولي عالمي، إذا لو وددنا أو ظننا أن هذا شيقا وقيما، نحتاج إلى التنسيق ما بين جميع المجموعات. أما إذا تركنا الأمور تصير على ما هي عليه حاليا، فسيكون الوضع كالتالي: أن جهود الأمين العام للأمم المتحدة وللمجتمع الرقمي لن تفضي إلى شيء حقيقي. وكانت هناك الكثير من النقاشات مع دول العداء، ما لاحظته كثيرا وما كان من المستغرب أنه لا يجب أن نحسب التكاليف الناتجة عن النشاط والتكاليف الناتجة عن عدم النشاط
فإذا يجب أن نقارن ما بين التكاليف للجهود بالتكاليف الناتجة عن الأشياء الممكنة، ولو حسبنا ذلك ولو قارنا ذلك بالمثل العليا على الصعيد الوطني والإقليمي، يعني سنخرج بأقل بقليل بشكل متزايد في المفوضى، لكن لا يجب أن نقارن بين الشيء المثالي بل بين التكاليف المدفوعة من الأجيال القادمة لو لم نفعل شيء الآن. فإذا أتمنى أن نستطيع أن نستغل هذه المنصة وهذا المنتدى كي نجد آليات حول كيفية تعزيز الهيكلية الدولية والتطبيق والتطوير للتوصيات رقم 5005 باء بحد ذاتها هي فقط خطوة صغيرة وإسهاما صغيرا في بناء هكذا هيكلية. مع ذلك أعتقد أنها ستستطيع أن تزحم إزحاما هاما في خلال ذلك، وأظن أن التواصل مع الجهود على خلفية أيضا الذكرى 75 لتأسيس الأمم المتحدة، فإذا هذه نوع من الجرد لما حدث في خلال الفترة الماضية، ولو نظرنا قليلا إلى إمكانية تحسين التعاون الدولي من أجل حل التحديات الدولية، حيث أنني أظن أن هذه الذكرى 75 والعملية المراجعة أيضا تأتي في الوقت المناسب، وهذا يتماشى جيدا مع إعادة تنشيط الجهود من أجل الحفاظ على إنترنت آمن ودولي ومفتوح. ولذا أتطلع بفارغ الصبر إلى تعليقاتكم وتعقيباتكم حول هذه التوصيات، نفعل كل ما في وسعنا كي نضمن أن هذه التوصيات ستنفذ حقا تماشيا ما هو المرجو منها. شكرا جزيلا على الوقت، يعني شكرا جزيلا على إتاحة لنا هذه الفرصة للاجتماع هنا جميعا، شكرا جزيلا. لو استطعنا أن نطلب فقط يعني من الإدارة إدارة النقاش أو الإدارة الفنية أن تعرض هنا الشريحتين كي نرى أولا ما هو الجدول المرجو لليوم وأيضا بعض الاقتباسات من التقرير. فإذا الآن ننتقل إلى الجزء الأول من الجلسة. هنا سيكون الموضوع مرة أخرى تقرير لجنة رفيعة المستوى وخاصة تنفيذ التوصيتين رقم 5005 باء. قبل الجلسة اتفقنا على منهجية حيث ستكون هناك أولا 40 دقيقة مخصصة للتعليقات والملاحظات العامة، وفيما بعد نود أن نركز أكثر تفصيلا على الهيكلية المطروحة والتوصيات، حيث يستغرق ذلك تقريبا 80 دقيقة. ولو كان بإمكانكم أرجو أن تستخدموا الميكروفون المخصص للمجموعة الخاصة بكم أينما جلستم، فهنا هذا البيان موجود كما تلاحظون. قد خططنا لبعض الأشياء، إذا تلاحظون أين الميكروفونات موزعة في القاعة. السيد السفير شكرا جزيلا. أولا اسمحوا لي أن أشكر للسيد هوخشايلد على الكلمة التمهيدية لنقاشنا، كما أنني أود أن أشكركم على أنكم أتحتم لي الفرصة للحضور إليكم هنا اليوم. وكما سبق وذكرت لين، أنا لم أتي إلى هنا بصفتي الرسمية كممثلا للبرازيل، بل حاليا أنا موجود في بوسطن، وأنا من دواعي شرفي الكبير بأن ألبي هذا الدعوة هنا اليوم، كما أنني أتمنى أنني أستطيع أن
أصاحب بعض الشيء في هذا الصدد، حيث لدي خبرة طويلة عبر السنوات مع حوكمة وإدارة الإنترنت جمعتها من خلال المنتدى هذا وفي محافل أخرى. كما سبق وذكرت أن مجموعة العمل تحاول وتود أن تعزز التعاون، إذا قمنا بإعادة التنظيم نوعا ما إذا صح التعبير، إذا في داخل فريق أو مجموعة العمل، وخاصة فريق عمل خاص حول تعزيز التعاون أنشأناه من جديد. وفي نهاية المطاف لاحظنا أن النتائج كانت مشابهة إلى حد بعيد للنتائج للتنظيم الأصلي الموجود الذي كانت تحت إدارة الزميل الهنغاري. وهنا في هذا المكان اسمحوا لي أن أهني السيد هويزر على تعيينه في هذا المنصب. كنتم بالفعل القوة الدافع وراء الجميع أو الكثير من هذه الاجتماعات والكثير من الاجتماعات الأخرى حول موضوع حوكمة وإدارة الإنسان. وإذا أنا على يقين تام بأنكم ستقوم بهذا العمل بشكل رائع، وإذا عليك أن تلبي دورا كبيرا خلافا يعني خليفا للين، ولكن ستنجح في ذلك حتما لا شك. فإذا نود أن نستغل الوقت إلى أقصى حد وندعوكم للمباشرة في النقاش والمشاركة الفعالة. وعلي أن أعترف صراحة لست متأكدا بأن ذلك طبق، ولكن الفكرة كانت أنكم ستجتمعون في مجموعات خاصة لأطراف الشأن الخاصة بكم. إذا كانت الفكرة أنكم هكذا يمكنكم أن تتداولوا وهكذا تستطيعون النظر إلى المواضيع المختلفة من وجهات نظر مختلفة. ولو لم يكن الأمر هكذا حتى الآن فلربما نستطيع أن ننجزه الآن. وبالنسبة لهذا الجزء الأول لجلستنا، الأمر كالتالي أن الحكومات المفروض تجلس في هذا الجانب، ولكن على ما يبدو هناك ممثلو للحكومات أيضا جالسون هناك في الخلف. فإذا كما قيل في الجزء الأول سيدور النقاش حول تعليقات عامة. لا يطيح الوقت، لم يأتي الوقت بعد للتوصيات الدقيقة، بل هي فرصة متاحة أمامكم للإبداء بتعليقات وملاحظات عامة فيما يخص التعاون الرقمي وفيما يخص أيضا اللجنة الرفيعة المستوى. وفي الجزء الثاني سننتقل إلى التوصيات الأدق الأكثر إلماسا ستناقش. فإذا أرجو المشاركة من قبل ممثلي الحكومات. أولا أرجو أن لا تخجلوا، استخدموا الميكروفون إلى أقصى اليمين، ومن ثم لدينا القطاع الخاص هنا إلى اليمين يعني إلى يساركم، وفي الجانب الآخر من الممر في الوسط لدينا المجتمع المدني، ومن ثم الفنيين إذا صح التعبير المجتمع التقني. فإذا عدوا الآن المتحدثين للتحدث بالتسلسل. أولا السيدة من المجتمع المدني لك الكلمة. أود أن أذكركم فقط بشيء واحد، لو وددتم بالمداخلة أرجو الاقتضاب، يعني الحديث بشكل مركز. عالم تماما أنه في بعض الأحيان هناك وبأن تتحدث عن كل ما لديك من خبرة وما نشاطاتك، ولكن للأسف ليس لدينا الوقت الكافي ولذا لن نسمح بذلك، فسيكون أكون صارما في خلال ذلك. أنا تحت إرشادات السيد الرئيس. فإذا دعونا نركز كثيرا ما في التعليقات. فإذا أرجو عدم تجاوز الدقيقتين، فلو لم يكن هناك مفر آخر يعني إذا دقيقتين ونص. هل تسمعونني؟ نعم. أنا ميلين فنغ، أنا
أنا من People Centered Internet وأنا مع وينس، يعني أسست هذه المؤسسة مع أحد المؤسسين للإنترنت. والآن أود أن أعطي صوتا للشخص غائبا داغلاس أنجوبا، وكان هو من أوائل الأشخاص، يعني خلق أول عقد في الإنترنت، وسيكون متحمسا لو رأى ما تقدمت إليه الأمور. فقد توفى في عام 2013، وكان يتحدث دوما عن ما هي الفرص المتاحة للتشبيك للمجتمعات المختلفة. فأظن أنه حقا هذا الشيء سيخدم أيضا رؤية المؤسسين. وكان بدي أن أقول أن التاريخ معنا، أن الأفكار التي أدت إلى تأسيس الإنترنت الآن يمكن أن تتحقق في التعاون الرقمي. ودجلس كان يقول أن البروتوكولات المشتركة قد تشكل طريقا مشتركا حاما، حيث شبكات حيث تستطيع الجماعات أن تتعاون من خلال وضع هذا التعاون على أسس منظم وممنهج، أي شبكات ونظم اجتماعية، وهذا سيكون الأساس للجيل القادم. توماس شنايدر، شكرا جزيلا. توماس شنايدر من الحكومة السويسرية، شكرا جزيلا. الصدى هنا بالفعل قوي جدا. هنا بود أولا بود اسمحوا لي أن أشكركم على تقديم التقرير، وخاصة التوصيات حول الهيكلية. كما تعلمون لربما أن سويسرا تدعم الصيارة المطروحة للجنة الرفيع المستوى. نحن نعتقد أن هذا إن شاء الله طريقا كي نتخلص من بعض عدم التوافق الموجود ما زال في هذا المجال. نرى أن هذا التقرير قد يلهمنا ويرشدنا في اتخاذ الخطوات القادمة لتطوير التعاون الرقمي ونظام الحوكمة والإدارة على الصعيد الدولي. ومن المهم أنه في التقرير هناك تطرق إلى بعض الفوارق والنواقص التي ما زالت قائمة في الهيكلية الرقمية الدولية. أولا علينا أن ننظر فيما إلى أي درجة نستطيع أن نتفق على مخرجات هذا التقرير. يجب أن يكون هناك دعم لإطراف الشأن من الدول الصغيرة والدول التي في طور النمو، وهذا ينطبق ليس فقط على الحكومات بل أيضا على أطراف الشأن الأخرى. وليس بالضرورة أن الجميع ينظر إلى الأمور من نفس المنظور، فإذا هذا ما وجدناه حتى الآن. ونتيجة ذلك نجد أن هناك بعض الاعتماد المتبادل، يعني ما بين المجالات الاختصاص المختلفة، ويجب أن نمضي قدما بشكل حيوي. وفي الخطوة التالية يجب أن نتفق على الوظائف التي يجب أن تتحسن كي نحسن التعاون والإدارة الرقمية. إذ أن أولا نحتاج إلى صورة شاملة حيث نجد أنفسنا فيها جميعا، وهنا نحقق أيضا حوار عبر المجموعات المختلفة ولكن بشكل أوسع من هذا الملتقى. إذا علينا أن نضمن أن نفهم تماما ما هي الحلول المشاكل التي نتحدث عنها، ومن ثم نستطيع أن نتحدث عن الحلول المطروحة. وفي خطمة أخرى نحتاج إلى شبكات حيوية مرنة التي تتعامل مع حل المشاكل، ومن ثم نحتاج إلى آليات دعم مناسبة. ففي التوصيات، فالتوصية رقم 5 باقي، يعني هناك 3 خيارات ولكن سنتحدث عن ذلك لاحقا، هذا ليس الوقت المناسب لكن شكرا جزيلا. شكرا يا توماس. والآن السيد هناك في الصف الأول، أنت من المجتمع المدني على ما أفهم؟ لا، اسمي أندرو كابلينغ، وأنا مدير شركة استشارية للسياسة ولكن أمثل القطاع الخاص.
وأعتقد الملاحظات الافتتاحية كانت رائعة، ولكنني أود الإشارة إلى الأمر أنه ليس هناك وفاق واتفاق على أنه لا ينبغي يعني وقف محتويات معينة، مثلا محتويات متعلقة بإباحة الأطفال. وأنا كنت في سنغافورة في الأسبوع الماضي، محاولات مقاطعة محتويات معينة تعتبر من قبل فئات في المجتمع السايبري يعتبروا شيء يعني يتسبب بمشاكل، حتى ولو كان الأمر متعلق بمحتويات إباحة أطفال. ومعايير معينة، لو تم تحديد معايير معينة قد يؤدي ذلك إلى تسهيل نشر مثل هذه المحتويات. بالإضافة إلى ذلك، في الإنترنت المماركز أكثر من الأسهل لشركات التقنية أنها تخرج من البيانات أموالا، وهذا ضمن مجموعتها المحدودة. مع الأسف هناك القليل من مشاركة الساسة في منتديات مثل منتدى الإنترنت العالمي أو إدارة الإنترنت، وهذا يؤدي إلى أن هناك كثير من المواقف الليبرالية جدا، يعني مثلا عدم مقاطعة المحتويات. إذن نحن جميعا مدعوين إلى المشاركة في مثل هذه المنتديات. يعني القمة القادمة للدول العظمى تنعقد في فانكوفر في العام القادم، إذن أدعو المشاركين هنا أنهم يسافرون إلى هناك لمقاومة على مثل هذه المحاولات. إلا بهذه الطريقة ستتعزز النزعة للهجرة، هجرة المرأة لكي يحمون أنفسهم من محتويات معينة. الآن أعطي الكلمة إلى الزميل ماكاويل. أنت ممثل للمملكة المتحدة، ولكن الآن أنت في وظيفة أخرى. نعم، هذا صحيح. شكرا. قبل سنة كنت جالس الطرف الآخر، ولكن الآن أنا هنا وأشتغل مع الحوار الأوروبي حول إدارة الإنترنت، وسوف نتابع أو نقدم نتائج الاستشارات عندنا يوم الخميس الساعة 12:30. لا أعرف المكان، ولكن عندما نعرف رقم الصالة سننشره. ولكنني أود الإشارة إلى أن هذا فعلا مبادرة مهمة جدا للمنتدى إدارة الإنترنت الأوروبية، وعندما ترغبون في المطالعة على النسخة المطبوعة ترون أيضا أجوبة المعنيين، الحكومات الأوروبية وكذلك مجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية وممثلي المجتمع المدني وكذلك أفراد وشركات من القطاع الخاص. يعني تجدون هذه النسخة المطبوعة من التقرير في جناح يوريديك، وكذلك طبعا يمكن الحصول عليه عن طريق موقعنا الإلكتروني yuridik.org. وطبعا لا أريد أن أتحدث مسبقا عن عرض هذا التقرير، ولكن الممثلين من المعنيين الأوروبيين كانوا يؤيدون هذا التقرير كثيرا، هذا العمل كثيرا، ونحن نتطلع إلى تقديم التقرير. المساعدة كانت واسعة جدا، وتبلورت عناصر مختلفة خصوصا فيما يتعلق الأطراف المعنية الأوروبية. هناك تأييد كبير للاعتماد على الآليات المتعددة الجنسيات من أجل
استخدام التكنولوجيات لتدفق الحر للبيانات وحرية التعبير أونلاين والآخره. يعني هناك الكثير من التأييد للمسلك العام لهذا التقرير. الفكرة ليست خلق تطورات جديدة أو عمليات جديدة بمخاطر الازدواج أو الخرق لما هو موجود، ولكن نحن نعزز العمليات الجارية حاليا، وهذا ما عبروا عنه بوضوح أيضا الأطراف المعنية. عندي نقطتين بالنسبة للإهمال. يعني من ناحية ذكر أن هذا تقرير يحمل جوانب تغير المناخ وحماد البيئة، قالوا هذا فعلا تجاهل كبير، وربما مستقبلا في تطبيق التقرير ينبغي أيضا إدراج هذا الجانب فيه. والنقطة الأخرى هي وسائل الإعلام. يعني محطات الإذاعة الأوروبية أوضحت أن دور وسائل الإعلام لم يؤخذ في عين الاعتبار بشكل كافي في هذا التقرير. إذن أنا أؤيد فكرة الأمم المتحدة يعني خلق وظيفة المفوض للتكنولوجيات. نحن نقبل ذلك كثيرا ونعمل في هذا المجال منذ زمان، وأنا أتذكر كان عندنا مبعوث خاص مهم جدا للإنترنت سابقا، وهذا كان مفيد جدا. والأطراف المعنية الأوروبية ترغب في إعادة تعيين هذا الشخص من أجل تنسيق المبادرات والنشاطات المختلفة التي تجري على مستوى الأمم المتحدة. يعني الأطراف المعنية الأوروبية تطلع إلى الخطوات التالية والتعاون في إطار الأمم المتحدة مع الزميلات والزملاء، وأنا تطلع إلى تطبيق ذلك. وطبعا نتقدم بتعليقات تخصصية أكثر اليوم بعد الظهر ويوم الخميس. طبعا أنا شكرا جزيلا، لاحظتم أنني منحت المزيد من الوقت لمارك لأنه كان يتحدث عن عملية إقليمية، وهذا مساعد جدا لنا. ولكن مع ذلك أود أن أرجو جميع المتكلمين للتقيد بالنطاق الزمني، أحاول أنني يعني أتردد في التدخل، ولكن أتدخل إذا كان الأمر يقتضي ذلك لزيادة فعالية العمل. الزميل من كوبا الآن عندك الكلمة. شكرا جزيلا. أود أن أتحدث عن IGF Plus. تجدون ذلك على الموقع الإلكتروني. أود هنا أن أعلق بشكل عام. نتحدث عن التعاون الرقمي. يهمني مبدأ هذا التعاون. حسب المعجم التعاون هو العمل مع الآخرين من أجل تحقيق هدف مشترك. إذن لا يمكن أن يكون هناك تعاون إلا إذا كان هناك فعلا هدف مشترك لجميع الأطراف. يبدو ذلك بديهيا، ولكن التاريخ يثبت بأن الكثير من محاولات التعاون فشلت لأن بعض المساهمين كانوا راضين عن الوضع القائم ولم يعترفوا بوجود مشاكل. وبالتالي منطلق أي تعاون يجب أن يكون تحديد الهدف، والتحديد الهدف يجب أن يتم على مستويين. أولا على المستوى السياسي الأعلى، حيث على جميع الأطراف أن تتفق على الأهداف العليا. مثال على ذلك المقطع الأول لبيان جنيف حول المجتمع الرقمي. المقطع الأول وعندما
يتم الاتفاق على الأهداف على المستوى السياسي، فبالإضافة إلى ذلك لابد من تحديد أهداف إضافية على المستوى التقني، وبعد ذلك يتم التفكير بتحقيق ذلك. شكرا أخوان. أود أن أعطي الكلمة للسيدة هناك، لو حبذا لو تعرفي نفسك علينا. أنا سوف أتحدث باللغة الفرنسية، أنا من بنين. في هذا العام أثناء فيما يخص المدارس الإفريقية واستخدامها للإنترنت، عملنا حسب التوصيات، ولكن سؤالي عندما ننظر إلى السياق الإفريقي حيث أن النموذج السابق لإدارة الإنترنت لم يكن قد وصل لجميع الدول، هل تعتقدون أننا نحتاج الآن إلى نموذج جديد إذا كان النموذج السابق لم يصل بعد ولم يثبت جدواه بعد؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال. من أنت؟ أنا آسف، لديك الكلمة. شكرا جزيلا. أنا من بنغلاديش. أود أن أؤيد هذا التقرير، وأود أن أهنئكم على نشر هذا التقرير. سؤالي عن التقرير، كيف سوف يصل هذا التقرير بالدول؟ وسؤالي الثاني، كيف يساهم هذا التقرير أن يتم الاستفادة من ذلك؟ هذين سؤالان أود أن أوجههما للمنصة. شكرا جزيلا. النقطتين المذكورتين كما أعتقد سوف يتم العودة إليهما أثناء النقاش، وبعض المداخلات سوف تشمل ذلك. التوجه إلى اليسار، وبعد المتحدثين التاليين سوف أختم قائمة المتداخلين وأعطي الكلمة مرة أخرى للين. راول تشيفيري أيضا يستطيع أن يتكلم، ولكن بعد ذلك يعني بعد أربع أشخاص من الآن سوف أختم القائمة. شكرا جزيلا السيد السفير. اسمي فيسان غويا، أنا أمثل وزارة الخارجية الفرنسية، وأتحدث عن السفير للشؤون الرقمية، ونود أن نشكر الأمم المتحدة ونهنئكم على إجراء هذا العمل. هذا العمل طموح ومهم، ونعتقد بأن الأهداف جيدة جدا كما غيرها من الحكومات. نتأسف أن الأعمال متأخرة بعض الشيء، وكان هناك انطباع بأن هناك كتمان على هذه الأعمال، فإلى الآن لم نعرف بعد هل نستطيع أن نشارك في جميع مجموعات العمل أم إذا كان عدد المشاركين محدود. ليس هدفي أن أعطي لفرنسا أولوية، ولكن كما تعرفون ففرنسا نشيطة جدا فيما يخص الرقمنة. ففي عام 2018 كانت القمة في باريس، ونريد
أن تتوفر لدينا جميع المعلومات ولا نطلع فقط على بعض الأجزاء من هذا التقرير. نريد أن نحافظ على السمعة الطيبة لهذه المؤسسة. نريد أن يكون هناك تعاون في إطار الثقة والشفافية، لأن الثقة عملة نادرة في الإنترنت، لذلك علينا أن نعمل من أجل المزيد من الثقة والشفافية. هذا من أهم أهداف الـIGDC، ونريد أن يكون هناك شفافية أكثر. شكرا على هذه المداخلة. أحد أهداف هذه الجلسة بالذات هو إمكانية مناقشة هذه النقاط بالذات، ومن أجل أن نشير إلى أن هذه الجلسة هي جزء من عملية الشفافية والمزيد من الشفافية، وبالتالي سيكون هناك إمكانية للإطلاع على موقف الأمانة العامة. الآن أود أن أعطي الكلمة للسيد هنا. تفضل، من أنت ومنظمتك؟ شكرا سيد فونسيكا، أنا مستشار مستقل وأود أن أتحدث عن IGF Plus. لا أريد أن أروج له، ولكن أريد أن أقول ما هنالك بعد أشهر من الآن هو استخدام معايير الإنترنت من أجل عالم أكثر أمانة. وفي يوم الأربعاء الساعة 1 يمكنكم معرفة المزيد عن ذلك في القاعة رقم 3، ولكن هناك توصيات خاصة لIGF. سيتكون هناك مجموعات عمل مع تصورات واضحة جدا كيف يمكن تطبيق هذه التوصيات ومع من. وسوف يتضح أن هناك مجموعات مصالح لم يتم دمجها إلى الآن، ولكنها مهمة، وهذا يشير إلى أن نموذج IGF Plus مهم. أنا كنت مقتنع دائما أن لدينا عقول ذكية جدا، نجتمع لمدة 5 أيام ثم نتفرق، ولا نستفيد من هذه المواهب والخبرات. لابد أن نفتح الأبواب بين المعسكرات المختلفة. شكرا جزيلا على هذه الإشارة. أود أن أعطي الكلمة لزميلي. صباح الخير على الجميع. أود أن أعلق على التالي. شكرا على تسهيل العملية. أعتقد أنه علينا أن ننظر إلى النماذج على أنها ليست إقصائية. IGF Plus ليس فقط خيار، إنما هو واجب. ولكن في النموذجين الآخرين هناك أيضا عناصر مهمة وقد تكون مكملة لIGF Plus. إذن باختصار، فالوقت قصير، هناك جانب مهم. عندما التقينا في عام وأسسنا IGF في عام 2005، كان من المفترض أن يكون IGF هو قلب نظام إدارة الإنترنت، وكان كذلك آنذاك. ولكن عندما ننظر إلى الوضع القائم حسب مقال فرنانديز أيضا، فعلينا أن نقول ليس هناك وضع قائم ثابت، إنما هو وضع متغير في كل دقيقة. فلا يمكن الحفاظ على الوضع، لأن العالم متغير والسياق تغير كثيرا أيضا. ولذلك هناك المئات
من المنتديات الصغيرة والكبيرة والأشخاص والأفراد والدول ومجموعات المصالح، وكلها تناقش مختلف القضايا. لذلك لا نستطيع أن نكون نحن قلب شيء واحد، إنما علينا أن نصل هذه الأجزاء والعناصر المختلفة مع بعضها البعض. والأي جي إف ليس القلب، إنما هو أساس هذه المنظومة. ولذلك فجميع هذه المقترحات المختلفة مفيدة من أجل ربط وجمع هذه المبادرات المختلفة. بالطبع هذا يتطلب الكثير من الموارد عندما نريد أن ندعم جميع الأطراف والمجموعات المصالح. شكرا جزيلا. إذن ميس جاتو تفضلي. شكرا جزيلا السيد السفير. أنا راكل جاتو، أنا أعمل لمجتمع الإنترنت إنترنت سوسايتي، ونحن ساهمنا هنا أيضا عبر بعض التوصيات وفي أثناء عملية التطبيق أيضا. لا أود أن أطيل عليكم في خصوص هذا التقرير، فيمكنكم الاطلاع عليه، ولكن لدي ثلاثة تعليقات قصيرة. أولا، نحن ممتنون بأن التقرير يعترف بضرورة التعاون الرقمي، وذلك بشكل كامل على نطاق واسع في جميع المجالات مع جميع الأطراف المعنية، وعن علينا أن نجمع جميع الجهات. ونحن نعتقد أيضا بأنه يمكن تحسين التعاون الرقمي، ولكن عمليات التعاون هي أفضل السبل. ثانيا، بدلا من أن نخلق آليات جديدة حسب رأينا، فمن الأفضل والأحكم أن نعزز دور الاي جي اف. عفوا، هذه التوصيات المختلفة سوف نتحدث عنها، فاختصري لو سمحتي. حسنا، لدي قلق بما يخص النقاش التالي بعد قليل. لدينا مبدأ تعدد الأطراف وتعدد الجهات، فربما علينا أن نقوم بحلول وسطية. ربما هذه الحلول ليست مثالية، علينا أن نتذكر ذلك دائما. فمهمة الاي جي اف أن يكون هناك نتائج ملموسة أكثر، وهذا موجود في التقرير. يعني نتحدث عن قضايا وإشكاليات، ونقول أن هذه المجموعات تشتغل على هذه المواضيع بهذا الشكل أو بذاك، وهناك بعض النماذج من الماضي نستطيع أن نهتدي بها. شكرا جزيلا على وقتكم. حتما شخص ما يجب أن يكون المتحدث الأخير، إذن لو كانت هناك أي مداخلات عن بعد، أين هناك إدارة النقاش عن بعد؟ نعم، أنيا، هل هناك أخذ ما يريد الاتصال عن بعد؟ لا. فإذن بذا نختتم الجزء الأول، والآن أنتقل مرة أخرى إلى لين للجزء ربما الأهم والأكثر حيوية للنقاش. لا أعرف إذا ستكون حيوية أكثر، لو ما نستطيع أن نعتبر هذه الجلسة الأولى، ولأنها جلسة تحميمية. فإذن يعني كقاعدة أساسية لنقاش ملموس، لو كان لو كانت لديكم تعليقات قدمتموها سابقا، لا يجب إجازها مرة أخرى. لو كانت لديكم توصيات ملموسة مفيدة، سيكون مفيدا جدا للنقاش، كي فعلا نستطيع أن نخرج بشيء ندخله إلى الخطوات التالية من العملية. في خلال الساعة القادمة سنركز على العرض المعروض هنا على الشاشة، حيث نتحدث عن النماذج وعلى أهم أربع عناصر المشمولة في التقرير فيما يخص المنتدى بلس.
فمن ثم نود أن نتحدث عن التوصيات رقم 5 ألف باء، المبعوث الخاص للرقمية، وأيضا أن الأمان العام للمنتدى لربما سيكون تحت الإشراف المباشر للأمين العام. والآن فتح باب النقاش، ولو كان لديكم أيضا الرغبة في الاتصال عبر الإنترنت عن بعد يمكنكم المشاركة في هذه الطريقة أيضا. وهناك استفتاء أيضا استعاد الآراء، يعني يمكنكم التعليق خلال ذلك ليس فقط في هذه الجلسة بل أيضا عبر التطبيق، يمكنكم المداخلة خلال الأسبوع. وهذه العملية وفي العمليات أيضا الإقليمية وأيضا العملية المطلقة من قبل الأمين العام، لاحظنا أن هناك دعم كبير من أجل IGF Plus، ولكن كانت هناك أيضا تعليقات حول الاقتراحين الآخرين، وكانت هي أيضا مفيدة وذات مرزة. فإذا بروح الملتقى هنا، هذا نقاش مفتوح، ولكن مع ذلك نبغى أن نخرج بالتوصيات ملموسة. فإذا بمعمانة سنركز على IGF Plus هنا والعناصر الأربع. فهنا سأبدأ بإدارة النقاش، والسيد السفير سيتولى زمام الأمور عندما نتحدث عن التوصيات 5005 باء. وإذا فتحنا النقاش، لو كانت لديكم الود في المداخلة يمكنكم استخدام الميكروفون. هنا أرجو التعريف بأنفسكم أولا بإيجاز. شكرا جزيلا. أنا فين بيترسن من الحكومة الدنماركية. الدنمارك ترحب بالتقرير للجنة الرفيعة المستوى والتركيز الخاص القوي على منهجية تعدد الأطراف من أجل تعزيز للتعاون الرقمي. الدنمارك تدعم بشكل فعال هذه المنهجيات المتعددة الأطراف لأصحاب الشأن في التعاون، كي نخلق إنترنت آمناً طبعاً بالثقة ومفتوحاً. إذ أننا ما زلنا نؤمن بأن دور الملتقى لإدارة الإنترنت ومحافل أخرى للأطراف الشأن المتعددة يجب أن تتعزز. نحن ندعم المبادرة من أجل تقوية الملتقى وأيضاً نموذج IGF Plus. إضافة إلى ذلك، بالنسبة لنا من المركز جدا أن ندعم تمويل الأمانة العامة للمنتدى، كما أننا نظن أن من المفيد أن مسؤولية الملتقى ستسلم لمكتب الأمين العام. وثالثا، نؤمن أن هناك حاجة للمشاركة الأكثر شمولية في المنتدى بما في ذلك الحكومات وخاصة من جنوب العالم. رابعا، المنتدى يجب أن يبقى منتدى للتباحث حول المواضيع الجديدة تتعلق بالإنترنت وأن يتيح هذه الفرصة. خامسا، الدنمارك تم بأن المنتدى يبقى منتدى ليس له سلطة القرار، ولكن هناك ضرورة ملحة بأن نتعاون بشكل أكثر فعالة وأكثر كفاءة كي نضمن أن هناك نتائج قابلة أكثر للتطبيق. مثلا الممارسات حسنة، والمزيد من النقاش المبنية على الأرقام والبحوث والحقائق، وأيضا عمليات محسنة للتعاون كي نستطيع أن نركز على أهم المواضيع حقا. ومن ثم أخيرا، علينا أن نتعاون بشكل أوثق جميعنا كي نحطم الصوامع ما بين الجماعات والقارات، وهكذا نعارض تجزئة الإنترنت كي نضمن أن الإنترنت يبقى ملكا عاما.
الدنمارك تتطلب بفارغ الصبر إلى الحوار مع جميع المجموعات لأطراف الشأن كي نبني هيكلية فعالة للتعاون الرقمي الدولي. وبذا أيضا منتدى للإدارة أقوى حتى AGF Plus. شكرا جزيلا. شكرا. بعد ما سنقوم به هنا في هذه الجلسة، ما أتمنى هو أننا سنجد مستوى جديد للتحديد. لو مثلا وددنا أن يكون هناك مبعوثا خاصا للتكنولوجيا، يعني يجب أن نتحدث أما ستكون مهام هذا الشخص، يعني كيف سيتدخل في العملية. وهنا يمكنكم التفكير بشكل ملموس. وخلال الساعة القادمة نود أن نؤكد مرة أخرى على ما قلنا حتى الآن، ولكن لو كررنا فقط ما قلناه حتى الآن يعني لن نتقدم كثيرا. يعني أرجو أن تعطينا أفكار جديدة كي نفكر فيها. شكرا جزيلا. طاب صباحكم. خوخي غانسيو من مكتب التواصل السويسري. هنا أود أن أتحدث أما قاله السيد السفير شنايدر، ما تطرق إليه السيد السفير. كما تعلمون أننا شاركنا في النقاشات بشكل نشط وفعال جدا. دورس لويتس معنا أي دعمناها في اللجنة، ونحن الاعتقاد بأن هذه اللجنة إذا صح التعبير ستقدم ثلاث أذكار، ولكن هي لديها نفس الأساس، إذ أن ما المقصود هنا هو سد الفجوات والنواقص التي حددناها في إدارة الإنترنت الدولية وفي التعاون الدولي في هذا المجال. هذه الثغرات قد أشار إليها توماس، وكيف سنسمي هذه النماذج الثلاثة هذا شيء واحد، ولكن الحدث سيبقى دوما أن ننشط فعلا وأن نتحسن من أدائنا. ولدينا نقاشات في المنتدى، أي نقاشات سياسية، وفي مع بعض نود أن نتصرف ونعمل عملية منسقة تمكننا من المواجهة للتحديات الملموسة. وكان لدينا في باريس وفي كرايست تشيرش على سبيل المثال نتائج مختلفة، وأيضا نداءات ومناشدات للفعل، وذلك ليس في خارج إطار المنتدى بل في داخل إطار المنتدى. إذن علينا أن ندعم كافة مجموعات لأطراف الشأن بالتدخل الفعال وباختيار الآليات والمعلومات المناسبة، وهذا أيضا من دورنا هنا. إذن التنسيق الأقوى وشبكات سياسية أفضل أيضا من أجل أن نتوصل إلى نتائج ملموسة في خلال هذا التعاون، وأيضا دور رقابي أو دور كمشرف أقوى. وسويسرا مستعدة لدعم هذه العملية. في عام 2014 قد أنشأنا وأطلقنا منصة جنيفا، وهي تحاول أن توفر حقاً عدداً من هذه الأدوات من أجل الدبلوماسيين في جنيفا، ولكن أيضاً في نيويورك وفي بروكسل وفي أنحاء العالم، لجميع مجموعات أطراف الشأن المهتمة في السياسة الرقمية. وهنا بكل التأكيد سنستمر في العمل على هذا الصعيد. أرجو أن تعذروني على تجاوز الوقت، ولكن لا أحد ينتظر دوره، وكونكم طلبتم منا توصيات ملموسة فإذا نحن على استعداد تام للمضي قدما. وبكل التأكيد بالطبع نحن على استعداد تام بأن نقدم المشورة، نتمنى ذلك أيضا في جنيفا قبيل نقاط المنتدى لعام 2020. شكرا جزيلا. الآن بالفعل أود أن أعدو عدد أكبر من الأشخاص للمداخلة.
حيث أننا نطلب منذ زمن بعيد منكم المشاركات، وفي كل منتدى في كل دورة لدينا هكذا جلسات. يعني منذ عام 2016 قمنا بذلك، كانت لدينا مثلا منتديات أو جلسات خاصة بالممارسات الحسنة، كانت لدينا منذ سنتين في سويسرا لدى المنتدى المنتدى للعناصر الرئيسية، والآن نحاول أن نحسن من رفع التقارير، ونحن ما نحتاج إليه نحتاج إلى أفكار حيوية جديدة، وهذا يعني المشاركة. ونحتاج أيضا بالطبع بكل صراحة إلى الدعم المالي الأفضل، حيث أنه ليس من السر أن 40% من الميزانية لدينا مؤمنة، وهذا يكفي فقط لتغطية تكاليف الموارد البشرية العاملين لدينا، وهذا يعقلنا لو لم تتوفر لدينا الموارد المالية الكافية. نحتاج إلى المزيد من الدعم المالي، ونحتاج أيضا إلى المشاركة الأقوى. فإذا الأقل هناك البعض الذين رفعوا أيديهم من أجل المداخلة والمشاركة، وأيضا عبر الشبكة أيضا أرجو طلب الكلمة. شكرا جزيلا لين. اسمي تماشوتو، أنا عامل لدى غرفة التجارة الدولية. نحن نمثل 45 مليون شركة، ونحن نتابع عمل اللجنة منذ تأسيسها، ونرحب بهذه الفرصة بأن نتعاون هنا مع اللجنة ومع مجموعة أطراف الشأن المتعددة، وبما في ذلك أيضا توصيات اللجنة. نحن نؤمن أن نحتاج إلى نموذج للحوكمة والإدارة التي تعزز فعلا ثقافة التعاون هذه، ويجب أن يكون دوما نموذجا قاعديا ومتعدد الأطراف. والنموذج المقترح من قبل هنا حسب رأينا هو الأمثل في هذا الصدد، نموذج الـ IGF Plus. نحن نشكر المؤسسات التابعة للمنتدى على العمل الجيد في السنوات الماضية، خاصة في مجال العلاقات العامة والتواصل، حيث كنكم توصلون الأفكار بشكل جيد حول النتائج المحققة. ولكن الآن نحتاج إلى المزيد من الوعي من أجل أن نزيد الإدراك بالمنتدى، ولذا علينا أن نستفيد من كافة الموارد المتاحة. وفي الماضي كان المنتدى يستفيد من حقيقة أنها كانت هناك مستشار خاص لدى الأمين العام، وكان هو صفيرا حاما للمنتدى. والآن علينا أن نختار أيضا مرشحا مناسبا لهذا الدور كي نزيد مرئية المنتدى. هناك أيضا فرص وإمكانيات أخرى، لربما تستطيع أن تنتقل مسؤولية عن المنتدى إلى المسؤولية مباشرة للأمين العام. ولدينا مخرجات كثيرة لهذا المنتدى من جانب النصوص والوثائق، وأيضا الحوارات ما بين أطراف الشأن المتعددة هي أيضا مخرجات جيدة جدا، والسياسيون والسياسيات يمكنهم التعلم للأشياء الكثيرة من النقاشات الجارية هنا. هذا التبادل كي نعزز ونحمله إلى الرأي العام أكثر، هذا يمكن أن يعزز نطاق تأثير المنتدى. هنا يقدم المنتدى أفكار جيدة حقا للسياسة من خلال مشاطرة الممارسات المثلى، وهذه المعلومات التي نثمنها حقا يعني منذ 14 عاما على فكرة. وأود أن أدعم أيضا ما قاله السيد الزميل من الدنمارك، حيث أن علينا أن نعزز الأسس المالية للمنتدى، حيث هذا شيء مركزي جدا كي يستطيع أن يوسع هذا المنتدى آلياته، ويستطيع أن تولى المهام الشاملة عليه أن يقوم بها. فإذا شكرا جزيلا، أعتذر عن تجاوز الوقت المخصص، ولكن أتمنى أن نستطيع أن نتعاون بشكل جيد في المستقبل لنحقق كل ذلك. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا. اسمي فولفغان كلاينوشتر وأنا مفوض في اللجنة العالمية للاستقرار في فضاء السايبري، وكنت أيضا عضوا في فريق العمل حول إدارة الإنترنت التي بادرت تأسيس هذا المنتدى قبل 15 سنة. أتذكر مناقشاتنا مع الحكومات في ذلك الوقت، لأن الحكومات كانت تريد أن تكون هناك منتدى له سلطة صنع القرار أيضا، وحجة المجتمع المدني والباحثين كان قبل ما نصنع القرارات علينا نفهم التعقيد لهذا الموضوع، ونحتاج منتدى المناقشة في الأول، الحوار. هذا كان منطلق تأسيس المنتدى. قبل 15 سنة كان هناك عدد قليل جدا من الجهات التي تولت سلطة القرار في الإنترنت. تغير الأمر، الآن عندنا 12 منظمة دولية تعمل في مجال الإنترنت، مثلا دي جي إي في مجال الأمن، وفرق تعمل في مجال الأسلحة، أو منظمة التجارة العالمية، مجلس حقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان، كانوا يشكل فريق عمل في مجال جريمة السايبرية. ولكن هناك نقص في الارتباط بين المناقشة هنا وهيئات صنع القرار، لأنهم ما زال جالسين في صوامعهم. وبالتالي أنا مسرور جدا باقتراح يعني IGF Plus، يعني لإسراع التعاون، لأن هذا يشكل ارتباطا بين منصات المناقشة IGF ومنصات القرار. يعني ليس من الممكن أن ننقل رسائل IGF إليهم مباشرة، وثم المسؤولين عن هذه الجهات يتم دعاهم إلى أنهم يقدمون تقاريرهم إلى IGF، وهذا يحسن نقاشنا ويمكننا أيضا من تقديم الدعم لصنع القرار في اتخاذ قراراتهم. أعتقد هذا آلية التوزيع، و IGF Plus مفيد جدا لذلك. شكرا فولفغانغ. ننتقل من مكان إلى مكان آخر، ولكن أرجوكم الاقتصار على 200 على دقيقتين ونص دقيقة، أو لازم نقصر ذلك دقيقة أو دقيقتين. أنا من Open Exchange، وكنت أيضا عضو في لجنة العمل Internet Governance التي أدت إلى IGF. الآن المسألة هي يعني عندنا هذا النموذج لتعدد الأطراف المعنية، هل بيكون ناجحا؟ إلى حد ما بيكون ناجحا، ولكن إلى حد كبير ليس ناجحا. ما نراه الآن هو أن هناك قليل من التنسيق السياق والإدارة، الأمر الذي يؤدي إلى أن الشركات الكبرى تسيطر على أجزاء واسعة من الإنترنت وتقوم بتغييرات لا يتم فعلا حسمها الفصل فيها في هذا المشهد للأطراف المعنية المتعددة. وهناك أمثلة جيدة كيف تعمل الشركات التكنولوجيات الكبرى والمجتمع الكوميونيتي، تتخذ قرارات تؤدي حتما إلى قرارات سياسية. المسألة هل تواجه هذه المقترحات هذا الأمر؟ طبعا قد تؤدي إلى تحسن معين، ولكن أخشى نحن بالحاجة إلى أكثر من ذلك للسيطرة على الأطراف المعنية القوية، ليس بالطريقة السلبية، ولكن فعلا إلزامها بالمصلحة العامة وليست مصلحتهم الشخصية فقط. وعندما ننظر إلى أوروبا نستطيع القول فقط من خلال
القوانين الأساسية لحماية البيانات. أوروبا تؤثر على هذا التطور إيجابيا، ونعمل بأننا نرى المزيد من ذلك في أوروبا كي يعني نحتفظ بالسيطرة على الإنترنت. التحدي هو ما هو دور الحكومات، هل تريد تلعب دورا أكبر مما كان عليه سابقا؟ ولكن وأعتقد هذا جيد أن نحن في IGF نناقش ذلك، ولكن لا يجوز أن نتخيل يمكن معاكسة العمليات. الآن ماركافيل وثم أيضا أحد يعني شخص من نيجيريا عن بعد من نيجيريا يتحدث معنا. ماركافيل، أنا أعمل أيضا على تقارير الأطراف المعنية وفيما يتعلق بالتوصيات 5000 و5000. الاتفاق كان على أن IGF بلس بيكون مجديا جدا، ولكن المسألة كانت دائما لأي مدى هو قابل للتطبيق على القيم العامة. يعني عندما نرى تحديات متجددة جديدة باستمرار في مجال السياسة، إذن نحتاج إلى دعم كبير لهذا المسلك القيم العامة. ومن حيث المبدأ أؤيد ما قال فولفغانغ، يعني تسريع التعاون، ولكن ينبغي علينا أن نأخذ في عين الاعتبار أيضا أن IGF هكذا يبتعد من دوره التقليدي، يعني كمنتدى حوار. طبعا هذا نموذج أثبت على جدوى، ولكن طبعا مع ذلك لابد من تحسينه. إذن يعني كدافع للقرار السياسي أو أيضا دور المراقبة العامة، هذا قد يكون فعلا دور مجدي لـ IGF بلس. وهناك الكثير من الآليات الموجودة والجيدة، وبالتالي يطرح السؤال نفسه، لماذا نريد نخلق يعني نماذج أخرى؟ وطبعا من الممكن أن نفكر في ذلك، ولكن أعتقد هذا الاقتراح رقم 5B هو مفيد لخلق الرؤية المستقبلية التي تضمن بأن المجتمعات المهملة حتى الآن يتم التركيز عليها حسب ما تستحقه. شكرا مارك، أعتقد هذا كان مفيد جدا. والآن نتصل بنيجيريا يعني ريموت هاب، وأذكركم بهذه المناسبة أن هناك مبادرات وطنية وإقليمية شبابية والأخرى بالنسبة لـ IGF، أعتقد يزداد عددها باستمرار. الآن عندنا 118 مبادرة، وهذه الآليات متواجدة في الميدان، يعني أطراف معنية مطلعة على الأوضاع والظروف السائدة في الميدان. إذن أرجوكم أنكم تفكرون كيف يمكن التعاون مع هذه المبادرات التي تعمل على صعيد المحلي. نيجيريا متصلة بنا. مرحبا، اسمي لورنس وأعمل في القطاع الخاص، ولكن هنا أتحدث لنفسي. أولا أشكر المنتدى على عمله الجيد وعلى التركيز أيضا على المبادرات الصغيرة أو الشركات الصغيرة التي تتمكن من المساهمة في تحسين التعاون الرقمي. الأمر الذي أتساءله هو ما يلي: كيف يمكن تنسيق الشركات الصغيرة على
على الصعيد العالمي لتنسيق أيضا مبادراتها وجهودها للمشاركة في العملية الكبيرة. أعتقد الحجم هو مليارات، ولكن أنا سأركز على الأعمال في الصعيد الإقليمي، وهذا مهم جدا للجنوب في العالم أيضا، وأعتقد قد يكون مفيدا لكم أنكم تتركزوا على هذا المنطقة جنوب العالم. ومن الصحيح جدا أن الشركات الصغيرة مساهمة مهمة، ولكن هي مختلفة أيضا كثيرا. لماذا؟ لأن التحديات كبيرة، وما يمكن أن تفعله في جزء من العالم. وأنا شخصيا أستطيع القول بأنني أؤيد فكرة IGF Plus، ولأن هذا يعطينا الفرصة لمواصلة التعاون في هذه في عملية تحسين العمل. شكرا جزيلا لورنس، هذا مهم جدا ما تفضلت قوله. يعني بالنسبة للسياق المحلي والشركات الصغيرة التي لها قول كبير في هذا السياق. من جديد نعود إلى راؤول. شكرا لين. أنا أمثل المجتمع التكنولوجي الهولندي، ونحن ننظر إلى نموذج IGF Plus، وعندنا توصيات أود تقديمها هنا لأنها مفيدة لنا. أعتقد أن نتيجة من النتائج المهمة الناتجة عن المجتمع التكنولوجي هي أننا نبحث عن شخص يتقدم في الصف الأول، يعني يمشي في الصف الأول ولا ينظم فقط ورش العمل، ولكن يتوصل أيضا إلى توصيات ملموسة، ولكن هذا لا يحتاج إعادته باستمرار. ولكن ما هو مهم أننا نؤدي دور الربط الارتباط بين منتديات الإنترنت الأخرى ومنتدانا هنا، كي نجمع الخبرات والتجارب لكل هذه المجموعات والمبادرات. ثم لابد من الضمان بأن لجان العمل الموجودة في IGF تتوصل إلى حلول، إلى توصيات، يعني ليس بمجرد المناقشة على المنصة، ولكن من أجل تقديم حلول ملموسة. وهذا يعني أننا نتوجه إلى الحلول ونعرف ما هو اتجاه عملنا ومن نحتاجه، ما هي الخبرات التي نحتاجه لإدراجها بشكل نشيط في النقاش. ثم إذا نجرب الأشياء باختراع، بابتكار، يعني كيف يمكن أن نغير الأمور، كيف يمكن أن ندفع الجميع إلى منتدانا، لأن لا يمكن الغناء عن الحضور هنا. وأود أن أشير إلى مقالة لين، إن كانت IGF بهذه الأهمية لنطبق هذه الفكرة أيضا، وطبعا نحتاج إلى المال لذلك، إذا ما كان ذلك موجود عندنا لا يمكن تحقيق أهدافنا. وأعتقد إحنا أيضا مضطرين للإثبات، يعني ما هي فائض القيمة لمنتدانا لغاية 2025. أتمنى لنا كل التوفيق في ذلك. أعتقد بأن IGF Plus يجب أن يقدم نتائج ملموسة كل عام عن أفضل التجارب وأفضل السبل من أجل مواجهة التحديات الكبيرة. بعض هذه الأمور تحدث الآن، ولكن نحتاج إلى جهود إضافية من
أجل أن ندعم جميع الأطراف المعنية في المساهمة في القرارات. ما معناه أنه يجب أن يتم ضم المزيد من الناس في هذه العملية. لدينا نفوذ في بعض المجالات، ولكن هناك أمور تحدث ببساطة. هناك مجموعة من الحكومات وغيرها من مجموعات المصالح التي تتحدث عن خصوصية البيانات وحمايتها، الأمانة في الفضاء الافتراضي، الاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيات والذكاء الاصطناعي، لكنها لا تعرف عن وجود الاي جي اف أو لا تشارك في هذا المنتدى. أنا دائما أخبرهم عن وجود الاي جي اف لهذه المجموعات، رغم أنها تناقش أشياء تتعلق بتطوير المعايير، يعني مهمتنا نحن بالذات وموضوعنا نحن بالذات. وبالتالي هناك فجوة يجب أن نردمها. علينا أن ننسق بين هذه المجموعات التي تعمل على هذه القضايا، وفي نفس الوقت فما يسمى بPolicy Incubator فكرة ممتازة، يعني نقدم الإلهام للتصرف السياسي، ولكن لا نستطيع أن نفرض على الناس ما يفعلونه، فهم يشتغلون في هذا المجال السياسي منذ سنوات طويلة، ونحن نستطيع فقط أن نساعد في جمع هؤلاء الأشخاص من أجل الضمان أن يحافظوا أو أن يتوصلوا لرؤية شاملة وجامعة. نستطيع أن نقدم الاقتراحات، ولكن عندما نعرف أن هناك الكثير من الناس الذين يعملون في هذا المجال ولكن بعيدا عن الاي جي اف، ولا بد من التنسيق بين هذا العمل وذاك. تفضل بيتر ميجر. شكرا لين. مرة أخرى عن المنتديات الدولية والإقليمية والتقارير الخاصة بذلك، والمنتدى الأول في هنغاريا عند السي اس سي دي. تحدثنا عن التقرير حول التعاون الرقمي، وكان نقاشا مثمرا جدا برأيي. كان ذلك في شهر 3 هذا العام، وأتمنى أن يكون أن تصل الدول إلى إجماع فيما يخص التعاون الرقمي إلى شهر 3، وبالتالي سوف نصدر توصية بهذا الخصوص. تحدث فولفغانغ عن بعض الجوانب التي تخص الطريق إلى المستقبل، وهي تتفق مع ما قلته أنا مرارا وتكرارا. فأهداف التنمية لا تخص بشكل مباشر الجوانب التكنولوجية، ولكن هذه المسائل بالطبع تناقش في مجموعات الخبراء التي لا تستطيع أن تتخذ القرارات ولكنها تستطيع أن تقدم توصيات. وبالتالي هناك مجموعات خبراء، ومن المفترض أن تساهم في النقاش في إطار IGF Plus، ومن المفترض أن تتوصل IGF Plus إلى توصيات تناقش في الهيئة العليا، ويتم نقل هذه النتائج للجلسة العمومية، وبالتالي نتوصل إلى مخرجات ملموسة. إذن
عندما نريد أن نبقي العملية داخل الأمم المتحدة فهذا هو الطريق إلى المستقبل. شكرا جزيلا. سوف أتخذ دور لين الآن وأعطي الكلمة الآن للسيدة في الوسط. حبذا لو تعرفي نفسك علينا. أنا ديفا براون، أنا من مجتمع التواصل، أنا أمثل المجتمع المدني. أولا نود أن نشكركم على عملكم على المنصة، كان هناك الكثير من المنطلقات الجيدة في التقرير وسوف تعزز كفاءة الاي جي اف، ولكن هناك بعض الأسئلة بقيت من غير جواب. مثلا من يمول نموذج اي جي اف بلاز؟ فالمشاكل المالية موجودة، وإن كانت المهمة أكبر فنعتقد بأنه ذلك يتطلب تمويلا أكبر. أيضا سؤال آخر، كيف يتم دمج الحكومات والمجتمع المدني أكثر في إطار IGF بلاز، وكيف يمكن الرد على الاحتياجات الإضافية؟ فنحاول أن نفهم كيف يمكن تطبيق ذلك. لدينا أسئلة أيضا حول المبادرات الوطنية والمحلية والشبابية التي انتشرت كثيرا وعززت إدارة الإنترنت في أجزاء مختلفة من العالم، ونموذج IGF بلس لا يشمل هذه القضايا بشكل كافي. نحن ندعم نموذج IGF بلس، هو الطريق الصحيح لمواصلة العمل لإدارة الإنترنت والطريق الصحيح لتحسين IGF، ولكن هناك نقص في التقرير وهو كيف يمكن ربط IGF بشكل أفضل مع قضايا أخرى متعلقة بحقوق الإنسان والقضايا الاقتصادية. فهناك صوامع مختلفة يتم فيها الاشتغال على هذه القضايا، فلا بد من تشبيك أفضل لهذه القضايا. شكرا جزيلا ديبورا. نصل الآن إلى المتحدث الأخير، وأود أن أذكركم مرة أخرى بأنه سيكون هناك تعليقات حول الصياغات الأخرى، هيكلة الكوغوفرنس الإقليمي. يعني إذا كان هناك تعليقات حول ذلك فيمكن طرحها الآن. ما يخص IGF بلاز نتمنى أن يكون هناك تعليقات إضافية، حصلنا على الكثير من التعليقات عن طريق الإنترنت وبعضها مفيدة ومهمة، بما في ذلك كيفية العمل. مثلا كان هناك تعليق من إحدى المجموعات يقول أنه ربما يمكن تطوير ماج، يعني مجموعة الاستشارة لمتعدد الأطراف، يعني جميع هذه العناصر الموجودة في هذه الاقتراحات يمكنكم الاطلاع عليها. أنا أعرف أن هناك تأييد عام لهذه الفكرة، على الأقل لم أرى أي تعليقات سلبية، إن كانت موجودة فتفضلوا بها، ولكن الآن الكلمة للسيد هناك. نعم شكرا، أنا كريس باكريتش، أنا أعمل لمبادرة محلية، وأنا متأسف إن كنت أكرر بعض النقاط المذكورة آنفا. منظمتي
ردد على تقرير المنصة، وليس مفاجأة بالنسبة لهيئة وطنية للتسجيل بأن هذه الأحداث في الخاصة بالحوكمة يجب ضمها، فنحن هيئة وطنية، وبالتالي المسألة هي كيف يتم دمج العاملين المحليين بما في ذلك المنطقة التي نحن منها. السؤال كيف يمكن تطبيق ذلك اليوم؟ وأنا فكرت بما قالته لين، يعني العمل يعني أفضل السبل، منتديات أفضل السبل في الأجي إف، يعني العمل المنجز إلى الآن، فهذا العمل تحسن بشكل واضح وهناك تقدم نعترف بذلك، ولكن هذا يؤدي بي إلى النقطة التالية. الكثير من هذا التقدم ودمج الأفكار الجديدة يتم داخل مجموعة الاستشارة الماك، هذا جيد يعني لأن هذه المجموعة تتبع المنتدى إدارة الإنترنت الاي جي اف، ولكن عندما نعزز الاي جي اف أكثر ونموله بشكل أفضل فعلينا أن نضمن أيضا أن يكون ذلك جزء من هيكلة الأمم المتحدة من أجل أن لا نفقد السيطرة. لا نريد منطلقا يأتي من الأعلى أكثر، إنما نريد مبدأ تعدد الأطراف. ربما هذا ليس اقتراحا عمليا، أنا أود أن أحذر فقط من ذلك وأن نكون حذرين. شكرا جزيلا. الأربع المتحدثين الأخيرين، من يريد الكلام أيضا فليرفع يده الآن، وإلا سوف نختم القائمة لأنه نحتاج إلى وقت لأجوبة السيد روتشيلد في النهاية. وكما قلت يجب أن نختم الجلسة في الساعة 12:30 من أجل التحضيرات الأمنية للجلسة الافتتاحية. الكلمة لبول بيكر. شكرا جزيلا. أنا اسمي بول بيكر، أتحدث باسم حكومة بريطانيا العظمى. بريطانيا رحبت بهذا التقارير وأيضا رحبت بالكثير من هذه التوصيات، وإذا أود أن أدعم التعليق المقدم من قبل زميلي من فرنسا. نحن نظن أن من الحاسم والحساس في متابعة التقارير أنها ستتم بطريقة شفافة ومفتوحة وفي الطريقة الشمولية، كي جميع أطراف الشأن التي تود المشاركة تستطيع أن تفعل ذلك. ولكن أود أن أسأل وأتساءل حول موضوع مختلف، هل كان مهما بالنسبة للتقرير اللجنة رفيعة المستوى في سبتمبر العام الماضي؟ الأمين العام نشر استراتيجية حول التكنولوجيات الجديدة وبالفعل وثيقة رائعة. لو زملاء في القاعة لم يروا هذه الاستراتيجية أوصيكم بقراءتها. فإذا الاستراتيجية تتحدث كيف الأمم المتحدة تستطيع أن تتحول إلى محفل موثوق لجميع أطراف الشأن لمناقشة مفتوحة وشفافة حول مسائل تتعلق بالتكنولوجيا، وتتحدث أيضا كيف تستطيع الأمم المتحدة أن تفتح نفسها للأصوات الجديدة ولطرق جديدة. لا أعرف إذا أي درجة اللجنة تستطيع أن تدمج ذلك، ولربما السيد هوخشيلد في ملاحظاتي الختامية تستطيع أن تتحدث أكثر عما كيف يتم تطبيق هذه الاستراتيجيات وكيف ستتابع عمل التقارير المرفوعة من قبل لجنة الرفيع المستوى. شكرا جزيلا بول. إلى أقصى اليسار من عندي السيدة لك الكلمة. شكرا جزيلا. شكرا. أنا ألين بينن من إنترنت نيوزيلند، من نيوزيلندا. نحن بالطبع نهتم بالتقرير وبالتوصيات وبالنقاش هنا اليوم،
من ضمن الأشياء التي سمعتها مؤخرا في المنتدى سلام باريس كان عن هذا النموذج لتعدد الأطراف وكيف تتماشى مع بعضها البعض، يعني والتعددية والانتشار الواسع للأطراف المتعددة. وهنا أتود أن أتحدث بشكل ملموس عن تجربة الآليات المطبعة في أستراليا لما ترتبط وتصحم في نقاش هذه الأفكار حول IGF+. نحن في مايو هذا العام كان هناك نداء كرايستشيرتش حول معارضة الإرهاب والتطرف العنيف في الإنترنت، وكان من ضمن المبادرات للحكومة الإسترالية مع أطراف أخرى، وكانت عملية وحيدة من نوعها ما بين الحكومات والشركات والمجتمع التقني والمجتمع المدني. وحدث بالنسبة لا يعرف ذلك إذ أن هناك في شهر أبريل كان هناك هجوم إرهابي في نيوزيلندا قتل 15 شخصا يعني، وبث بشكل حي عبر الانترنت، والمضمون تم تعديله وشمل سلوكا تم وضعه يعني بشكل غير مسبوق يعني لطريقة استخدام الانترنت في هذه الاسلوب. وردا على ذلك نيوزيلندا رئيسة الوزراء كانت هناك طلب فوري للتقنين المشدد، لكن أيضا كان هناك طلبا للرد الدولي أكثر، ونظرا إلى أن الشركات والدول أخرى والمجتمع المدني يجب أن يتحدثوا إلى بعضهم البعض ويتعاونان، وإذا فعلوا هذا بهذه الطريقة الجمعية فإن سؤالي خاصة فيما يخص للتصريع ومحرك وحاضنة ومرصد السياسي، يعني كيف يمكن أن يعمل لو مثلا الأشياء القائمة لو حصل ذلك، مثلا حكومة نيوزيلندا كانت لديهم مكان يتجهون إليه للتعاون مع الأشخاص المناسبة، يعني بالنسبة لشيء عابر للجلسات أكثر من ذلك أن يكون هناك فريق موجود من أجل الاستجابة المباشرة للأشياء الطارئة. شكرا جزيلا. الآن أنتقل إلى الصيد في الممر الرئيسي المركزي. شكرا جزيلا على إعطاء الكلمة لي. أنا جبري من إيران من المجتمع الأكاديمي الباحثين. أولا شكرا جزيلا للأمان العام للمنتدى وللحكومة الألمانية لاستضافة هذا المنتدى المنظم أفضل تنظيما هنا في برلين. كنا هنا في هذا التعليق مثل هذا المجتمع الإنترنت منذ البداية، منذ 15 عاما، منذ بداية المنتدى في عام 2016 سمعنا نفس التعليقات. لا ندعم إنترنت مفتوحا على الأخبار الكاذبة وعلى خطاب الكراهية، ونحن نعارض إنترنت حرا ومفتوحا للهجوم على الدول المستقلة. لا ندعم الولوج الحر للصور الإباحية للأطفال، وأيضا للتمييز العنصري عبر الشبكة، وأيضا سوء استغلال الصيدات، ولا كراهية الأجانب، ولا ندافع عن إنترنت مفتوحا على الإشراف والرقابة والقراصنة والعمليات النفسية، وأيضا المنصة الجديدة للاستعمارية، وأيضا انتهاك حقوق الإنسان، وأيضا الاحتقار. ولا ندعم إنترنت توافقا للتشغيل للانتهاكات عبر الشبكة، يعني مثل الهجمات عبر الإنترنت على دول أخرى والجرائم الإلكترونية. ولا نود أن يكون الإنترنت آمنا للمجرمين، ونحن سمعنا هكذا تعليقات منذ سنوات. لا نود أن يكون هناك إنترنت يعني أن يعني نموذج إدارة الإنترنت لم يحل الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالإنترنت خلال العقد الماضي، ولا نستطيع أن نحل الكثير من المشاكل مثل المضامين المضرة والإباحية، الصور الإباحية للأطفال. لماذا لم نستطيع أن نتقدم إلى حد بعد؟ الجواب خلال العقدين الماضيين يعني هو النموذج للمنتدى وزيارة السياسة.
وهناك قطب واحد فقط في السياسة الرقمية. فجهودنا في المنتدى وفي المحافل الأخرى لن يفضي إلى أي شيء، بل المشاكل الأساسية والتوجهات السلبية التي تحدد الإنترنت الدولي ومستقبله وتؤدي إلى مزيد من التجزئة، شيء مشابه لعسكرة تعبئة الإنترنت والتصلح الإلكتروني وتنافس على التصلح بين بلدان واستخدام الإنترنت لاستخدامه كآلية للدفاع عن مصالح سياسية محددة وفرض عقوبات على بلدان أخرى. وأيضا فيما يخص التكلفة الناتجة عن الجرائم الإلكترونية ودور القانون الغابي يعني في الإنترنت، خاصة فيما يخص الإنترنت الغامض والعميق وتركيز السلطة الحصرية في أيدي محددة فقط يعني، وهذا يقوض الديمقراطيات في العالم وخلق منصات للحكومات في أيضا القضايا المحاكمات التي ترتبط بالجريمة الإلكترونية التي تستخدم انتهاكات رقمية. فهذا لم يسهم في معارضة المشاكل. أرجو الاختتام. نعم، تعزيز تعدد الأطراف في إدارة الإنترنت ووضع القوانين والمعايير حول التصرفات المسؤولة للمجتمع التقني وأيضا الحكومات، وأيضا تشجيع لتعامل مع إنفاذ القانون ومواضيع الجرائم الرقمية والإلكترونية في إطار الأمم المتحدة. ونحن ندعم دعما كاملا إنشاء ميثاق أممي جديد للموضوع الرقمي. لدينا جميعنا حلما ورؤية جديدة للإنترنت، ورؤيتنا هي في نهاية المطاف أننا نتمنى أن في يوم ما بناء على جهودنا المشتركة سنحقق هذه الرؤية، إنترنت جديدا ديمقراطيا مبنيا على الثقة والشمولية وإدارة لهذا الإنترنت بمشاركة جميع الأطراف والأحزاب بخدمة الخير للإنسانية والحقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة. شكرا جزيلا. وقيل لي فقط من قبل المشاركين الآخرين يعني هناك ما زالت فرصة لإرسال التعليقات الخطابية يعني المكتوبة، فإذا هذه الفرصة المتاحة معكم الآن. أنتقل إلى التعليق الأخير، المداخلة الأخيرة، السيد إلى يساري. شكرا جزيلا. نيكولاس سيمويلا من غوغاي، أنا من سفراء الشباب لأيسوك في هذا العام. لدي بعض التوصيات رغم هذا التقرير. قبل المنتدى كانت لدينا عدد من الأبحاث حول هذا الموضوع ولدينا توصية منذ البداية المنتدى. هناك الفكرة لأن يكون هناك المدخول والمخرج من الصعيد الوطني ستنتقل إلى المنتدى العالمي، والفكرة هي أننا أن تعدد الأطراف يعني يعمل بشكل جيد كي نجمع جميع الآراء والمواقف. فإذا نوصي بأن نقوم برقمنة عملية تعدد الأطراف، وجميعنا نتذكر يعني النت مونديال، ملتقى النت مونديال، حيث كان هناك برمجية، حيث استطعنا أن نشير إلى بعض المقاطع ومن ثم التعليق عليها. وإذا سنقوم بالتصنيف يعني مثلا حول المواضيع، حول مجموعات أطراف الشان، ومن خلال هذه الطريقة سنحسن بشكل أفضل طريقة سيارة المسودة، وهكذا نستطيع أن نشمل جميع المدخلات والمخرجات من جميع الأطراف، ولن نكرر ونضعف الجهود يعني. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. من خلال ذلك حقا
نفس الموارد المستخدمة التي استخدمت لتحضير هذه الوثيقة لهذه الجلسة وهذا الاجتماع. فإذا تحاول أن تشمل الممارسات المثلى التي حصلت في منتديات أخرى. قبل أن أنتقل وشكرا جزيلا على تعليقاتكم، وقبل أن أنتقل إلى زميلي كي يدير الجزء الأخير لهذه الجلسة، أود أن أبدي بثلاث تعليقات سريعة جدا، وأنا أود أن أؤكد مرة أخرى أنني لا أتحدث باسم حكومة البرازيل، بل أتحدث هنا بصفتي الشخصية. كما قلت في سنوات الثمانية الماضية كنت أتابع عن كثب التطورات، وأفتخر بأنني كنت جزءا من الفريق في عام 2015 أيضا إلى آخره. فإذا سأسمح لنفسي بإبداء بعض الملاحظات لو سمحتم. أولا بالنسبة فيما يخص الإنجازات، يجب أن ننظر إلى النتائج للمنتديات في العامين الماضيين. الآن ندخل مرحلة جديدة IGF Plus. في بعض الوثائقات أن لم يحصل شيئا ما، أما هذا غير صحيح. على سبيل المثال نحن في البرازيل لدينا النسخة الأولى لهذه الإجراءات السياسية والخيارات السياسية طرحناها، ولكن الفكرة هنا حقا أن تكون لدينا مجموعة من الوثائق حول هذه المواضيع، وهذا ستساعد أصحاب القرار السياسي ومن يعمل في إدارة الإنترنت أيضا. فهذا بحد ذاته مورد هام للغاية لو نظرنا إلى المدخولات من المنتديات المفيدة حتى الآن. أنا تأثرت تأثيرا كبيرا بخصوص التوصيات من الولايات المتحدة. قد ذكرتم بعض الأمثلة كيف نحن هنا في المنتدى استفدنا من ذلك. مثلا مايكروسوفت أيضا كان هناك أمثلة كثيرة من النقاشات، حيث علينا أن نفتخر بما حققناه حتى الآن وأنجزناه حتى الآن. طبعا هناك دوما مجال للمزيد من التحسين لزيادة المرئية ومن قبل نموذج IGF Plus أيضا، وهذا هام للغاية، لكن لا يجب أن نستخف بالعمل المحرص حتى الآن من قبلنا. فيما يخص القاعدة المالية التمويلية المستدامة، التمويل المستدام، قيل مرارا أننا نحتاج إلى المزيد من التمويل، وأنا أتفق تمام الاتفاق مع هذا القول، حيث أن دبلوماسي ومنذ زمن طويل عامل لدى الأمم المتحدة، وأن من غير الواقع أن الأمم المتحدة ستوفر المزيد من الموارد المالية، إذ أن الأمم المتحدة ليست يعني بشيء مستقل، بل تفعل ما تريده الدول الأعضاء. يعني كنت في ضمن اللجان، ومن ضمن المخاوف التي كانت موجودة كان هناك قلقا ما عندما كان الموضوع يدور حول الجانب في الميزانية، وظننا أننا لا نستطيع نفذ ذلك، أن لأجل ما يجب أن تتخذ القرار، ولا يوما لن تكون هناك ميزانية لتنفيذ ذلك. فإذا هناك ضغط كبير على الأمم المتحدة عموما، ليس فقط فيما يتعلق بالمواضيع الإنمائية، بل أيضا بعثات للحفاظ على السلام. وإذا هناك أيضا عدد كبير من الموضوعات التي على الأمم المتحدة أن تدعمها، ومن الشيء الحاسم هنا أن الدول يجب أن تنخرط في خلال ذلك، والكثير من البلدان ليست حاضرة هنا. إذا ليس من الواقع أن نفكر أن الأمم المتحدة ستتخذ القرار بتوفير المزيد من التمويل. إذا اتخاذ القرار والدعم الأمين العام عام للغاية، هذا واجب ونحتاج إلى دعمه، ولكن في نهاية المطاف الدول الأعضاء التي هي أصحاب القرار فيما يخص مصير المنتدى. لم أستطع أن أقول ذلك سابقا، ولكن طلبت من خلفني في المنصب أن لا يدخل ذلك إلى التقرير، يعني off the record.
أتحدث هنا خارج المحضر يعني، فأتحدث بصفتي خاصة، ولكن فيما يخص التمويل الحكومات يعني لا ذوات كسب المال، ولكن يعني الأشخاص آخرون هنا في هذا القاع يهتمون بكسب المال، فإذا علينا أن نتبع الكلمات بالأفعال، وهنا يجب أن نراعي أيضا أن البعض لديهم موارد أكثر مما لدى الآخرين، ولو وددنا هذا الدعم يعني عليكم أن توفر هذا الدعم، ولربما تستطيع ذلك أيضا تقديم الدعم الذي لا تستطيع الحكومات أن تقدمه. فإذا أظن أن هذا شيء ثمين و قيم جدا، وأظن أن الجميع عليه أن يسهم بإسهامه الخاص به، لا يكتفي أن نظن ولا نواقع أن المجتمع المدني يستطيع أن يسهم شيء، بل لربما القطاع الخاص والحكومات. ولكن ختاما النقطة الأساسية، لربما طلت الحديث بصفتي المدير المشارك، ولكن كنت مشاركا في الحوارات الشبكية، وأيضا الكثير من المنتديات الخاصة حول أهداف الاستدامة في التنمية. فإذا أفكاري هنا في ما يخص مشاكل المنتدى هي كالتالي: علينا أن نضمن أن تكون الحقائق ثمينة جدا ذات مغزى أيضا بالنسبة للأشخاص الغير موجودين معنا هنا في هذه القاعة، وبالطبع أيضا الحكومات ستنشط وتشارك في هذا الصدد. عندما حضرنا اجتماع الند مونديال حاولنا أن نحترم الثقافة ونراعي أيضا الاحتياجات لمجموعات أطراف الشأن المختلفة، وكنا بودنا أن نمكن المجموعات المختلفة من اختيار الممثلين الخاصين بها، وهذا تستطيع المجموعات أن تقوم بها بنفسها. لم نستطيع أن نفعل ذلك نيابة عنهم بصفتنا الحكومات. لو فعلنا ذلك سنحتاج إلى الكثير من الوقت كي نعبر عبر كل هذه المجموعات. فإذا نقطتي هي كالتالي: لربما ارتكبنا خطأ ما إذ أننا في نهاية اجتماع الند مونديال لم نعد مرة أخرى وسألنا المجموعات عن نتائج هذا الاجتماع. أنا في نهاية هذا الاجتماع بعض البلدان الكبرى قالت أنها تعارض نتائج الند مونديال، لا تدعمها. ففي بعض المجموعات لأطراف الشأن هناك بعض الشكوك حتى، ما أن اجتماع الند مونديال كان منصة فريدة من نوعها وتقدمت بنتائج جيدة. ولو أتذكر يعني لو استفدنا حقا من نتائج الند مونديال ولو أدخلناها إلى عملية الأمم المتحدة لاستطعنا أن نستفيد من ذلك. على سبيل المثال كان بإمكاننا أن نؤسس لجنة إضافية لمناقشة هذه النتائج، وهكذا استطعنا أن نحصل على المزيد من الدعم. ولربما الوثيقة هي ستكون مختلفة قليلا، ولكن أظن المضامين والمحتويات، وهنا تحدث إلى الأشخاص حاضروا اجتماع الند مونديال، المضامين كانت جيدة أساسا، وأظن أن كافة مجموعات أطراف الشأن يجب أن تنظر في ذلك، إذ أن لربما هناك جولة أخيرة حول تحسين الوثيقة على أساس المداخلات سيكون أساسا جيدا للمنتدى العالمي. ولو أرى هنا اقتراحات أن المنتدى بلس عليه أن يقوم بالعمل التنظيمي والتقنيني، يعني هذا غير واقع، يعني كل شيء ما يأتي من هذا السياق تتبنه الحكومات، وأن لن يكون هناك عملا آخر في هذا المجال. وحسب وجهة نظري أقول الآن أنه من الأفضل ربما أننا سنرسل ذلك إلى اللجنة الثانية، وستتفاجئون حيث يمكن أن تخرج أجزاء جيدة حقا من هذه العمليات. والأمين العام
العام للأمم المتحدة سيدعم ذلك أيضا، وهناك الكثير من الدول هنا معنا في القاعة التي حقا تود أن تدفع الأمور إلى الأمام. يعني سأترك ذلك هنا بصفتي التعليقي الخاص وأعتذر عن الإطالة. شكرا سيد سفير، هذا فعلا دروس مهمة، والآن نتوصل إلى مرحلة التعليقات الختامية، وفي النهاية سأقدم أيضا بعض التعليقات الختامية. أولا أشكركم على هذا الصبر الممتاز خلال هذه الجلسة الطويلة، وكانت تعليقات سريعة ومفيدة جدا، ونحن كنا نتابع ذلك باهتمام كبير ودوننا هذه الملاحظات، وسنعمل بكل ما في وسعنا لإدراج هذه التعليقات في العملية. أنا كنت مصدوما إلى حد ما بأحد التعليقات الأولى، يعني كان يزعم بأن الـ ITF هذه مجموعة الطرف معني يريد أن يكون هناك مواد لإباحة الأطفال على الإنترنت. طبعا هذا نزعة متطرفة جدا، وعندما تنتشر مثل هذه المزاعم ليس من المفاجئ أن هناك دول تريد بناء نوع من جدار نار، لأن إن كان الإنترنت انتشر هذا الآراء طبعا سيؤدي ذلك إلى المزيد من الجدران النارية. وأنا شخصيا فعلا شك جدا في هذه النماذج الليبرالية. إذن مثل هذه المخططات لا يجوز أنها تؤدي إلى المزيد من التطرف أو من التشتت في الإنترنت. وأعتقد أن الدول الأعضاء في إفريقيا لا تهتم كثيرا في النماذج الجديدة، ولكن أنها بشكل أكثر تهتم في بناء علاقات تعاون دولية لتحسين البنية التحتية سطحا أو أيضا جوفا يمكن القول لضمان الولوج للإنترنت. أعتقد هذا مهم جدا، ولكن قد يكون مهم أيضا أننا نعرض الدعم السياسي، وخصوصا بالنسبة للهلب ديسك في الأقاليم. وأناني أود أن أقول للممثل السويسري والممثل الدنماركي شكرا جزيلا على الأمثلة الجيدة لزيادة كفاءة الإنترنت. أعتقد فكرة أن الـ IGF هذا حلقة وصل ما بين الأقسام المختلفة في هذا المشهد، هذا فكرة جيدة، ولكن أشارك أيضا الفكرة بأن موارد شحيحة جدا، هذا ذكر هنا. يعني طبعا عند الأمم المتحدة الموارد ليست كافية، ولكن دول كثيرة أعلنت دعمها لمنتدانا، وإذا تم فعلا إدخال الموارد من الحكومات ومن القطاع الخاص أيضا قد يكون هذا مفيدا جدا. والفكرة التي عبر عنها راول وأيضا السيد السفير إن الـ IGF ليس فقط منصة حوار فقط، ولكن أيضا منصة لتقديم المعايير أو ربما أيضا العمل على إيجاد قواعد أو أفكار معيارية، قد يكون هذا نموذجا جيدا. وعندما يعني أود أن أرد على ما قال زميلنا الفرنسي، أعتقد هناك سوء تفاهم، يعني
الأمر ليس عدم الشفافية في عملنا. أنا تحت تصرفكم تماما، أيضا لوفدكم في نيويورك أنا مستعد للإجابة على كافة الأسئلة. أنا تحت تصرفكم هنا كذلك للرد على استفساراتكم وأسئلتكم، أيضا فيما يتعلق بالمتابعة والمراقبة. عندما نرى أو يعني حتى الآن لم ننشر الجهات أسماء الجهات المختلفة التي تشارك في عملية المراقبة، هذا يعود إلى أننا لم نتوصل إلى نهاية إلى استكمال ذلك. طبعا نحن نحاول إدراج ردود الفعل التي حصلنا عليها نتيجة عن نشر التقرير، يعني على أساس مبادرات فرق العمل المختلف نحن نعمل، والبريطانيين تقدموا بنفس التعليق، يعني نقص الشفافية لعملنا المزعوم. يعني أود أن أؤكد من جديد لأنني سأخصص الوقت يوم الجمعة خصوصا للوفد الفرنسي والوفد البريطاني وغيره من يريد ذلك إطلاعهم على يعني بالتفصيل على أعضاء هذه اللجان وفرق العمل. يمكن ألقي محاضرات مطولة جدا كيف تم تحديد الأعضاء، ما هي الآليات التي يبني عليها ذلك، وما كان أو صارت كل الخطوة في عملية تشكيل اللجان منتشرا حتى الآن. نحن كنا نريد أن نكسب وقت، ولكن نحن دائما تحت تصرفكم للإجابة على أسئلتكم. وبالطبع نحن سعداء جدا إذا كان المملكة المتحدة وفرنسا تدعمنا كثيرا، ونحن بالحاجة إلى هذا الدعم، ونشكر غيرهم من الدول التي تعهدت بتقديم المساعدة. وفيما يخص بهذه الهلب ديسك المحلية والإقليمية بالهيكليات للدعم، يعني لا نريد ازدواجية العمل ولكن نريد البناء على ذلك. أعتقد النص البشرية متصل بالإنترنت، ونعم هذا صحيح فيما يخص بالبشرية بشكل عام، ولكن بالنسبة للنساء هذا العدد يكون 10% أقل من المعدل الوسطي، والشيء المهم تنخفض هذه النسبة. و طبعا من الواضح جدا ان توصيل النص الثاني للانترنت بيكون اصعب مما كان الحال عليه بالنص الاول. بالنسبه للنص الاول نحن تواصلنا الى من كان يعني توصيلهم الى الانترنت مربحا، ولكن هناك بلدان بيكون نسبه الموصليه اقل من 20%. عندما نأخذ في عين الاعتبار الزمن الذي نحتاجه لتوصيل هذا النص الثاني إلى الإنترنت، يعني نحن التقديرات تكون 450 مليار دولار، والتقدير الزمني هو ما بين 15 و20 سنة. وطبعا هذا إذا كنا نطبق وتيرة السرعة الاعتيادية، ولكن هذا يؤدي إلى فجوة أكبر والمزيد من عدم المساواة مع كل النتائج من ذلك. ولكن كبديل نستطيع أن نحسن التنسيق ونوسع مجهوداتنا، ولذلك بعد 10 سنوات نستطيع أن نتوصل إلى المنفذ التام للبشرية الإنترنت بعد 10 سنوات، وهذا هدفنا. والسؤال الأخير المطروح من قبل المملكة المتحدة حول الاستراتيجيات التكنولوجيات الحديثة، شكرا على هذه الكلمات، هذا كان
معتبر كاستراتيجية ضمنية داخلية، ولكن طبعا نحن نعمل بالشفافية، بهذا السبب نشرنا ذلك. وتعتمد الاستراتيجية على عدة عامدة، وطبعا الأمم المتحدة تتعلم أيضا تقنيا وفنيا أكثر. نحن نفهم الجوانب التقنية لانتدابنا ومهامنا، ما معنى التكنولوجيا للسلام والأمن للتنمية، يعني كيف تتغير مهامنا التقليدية، إلى أي مدى، يعني هو مسألة تعليم، يعني كيف يمكن تطبيق تكنولوجيات على عملنا في الأمم المتحدة. والمدير الأمين العام يقوم بعد كل 6 أشهر باستطلاعات رأي في كل الجهات التابعة للأمم المتحدة كي يعرف إلى أي مدى يتم قبول تكنولوجيات حديثة فيها، وذلك بهدف تحسين العمل. النتائج متفاوتة جدا، ولكن أدلت على أن الموضوع لابد وضعه في جدول عمل في كل مجالات الأمم المتحدة. يعني الجميع مدعو إلى أن يفكر في إدخال التكنولوجيات الحديثة لتحسين العمل، وهناك اتجاه ثاني هو تدعيم التعاون الدولي، وطبعا المنصة العالية تلعب دورا كبيرا في ذلك. وهناك أعمال أخرى، أعمال تابعة أيضا في وضع المعايير، وهذا مذكور في التقرير أيضا. وأؤكد على أن اللجنة الأولى التي تتناول موضوع نزع السلاح، إن هذا يعني يلعب موضوع الأمن الدولي السلام دورا كبيرا. هناك فريق عمل، هناك لجنة خبراء متواجدة منذ سنوات طويلة، وهنا ينظرون أو يحللون إلى أي مدى يمكن استخدام الذكاء الصناعي والتكنولوجيات الحديثة العهد لتحقيق أهدافنا. إذن هناك عدد كبير من المبادرات. وختاما، هناك توصية تقديم دعم أكبر للدول الأعضاء. إننا نوجه أيضا رغبة في ذلك، وهذا فيما يتعلق بتأثير التكنولوجيات الحديثة على العمليات التنمية البشرية الاجتماعية والاقتصادية. وطبعا نقدر على الدعم والمساعدة، وأعتقد هناك هيئات في الأمم المتحدة مثلا ITU وغيرها تعتبر ذلك جزءا من مهامها، ولكن منظمات أخرى ضمن الأمم المتحدة تبني القدرات والإمكانيات لتقديم الدعم للدول الأعضاء. أعتقد بشكل عام قمنا بتطبيق المبادرة بنجاح كبير نسبيا. نحن نعمل على مهام جديدة الآن، بلورة مهام جديدة، والهدف هو كيف يمكن تمكين الأمم المتحدة من الفهم الأحسن للتكنولوجيات حديثة العهد، وأيضا تقديم الدعم للدول التي تحتاج إلى مساعدنا في مواكبة التغييرات الكبيرة المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة. وطبعا نحن نقدم أحسن ما يمكن من الدعم. شكرا مرة أخرى على تعليقاتكم وأيضا صبركم بكلماتي. شكرا جزيلا دانييلا. الآن الكلمة لك. يعني باختصار شديد كي نختتم ذلك بسرعة، لأن يتم تمهيد هذه القاعة للحفلة الافتتاحية. أشكركم جزيلا على تعليقاتكم وأفكاركم. أنا دونت كثير منها، وكان يعجبنا كثيرا صورة الـ IGF كأساس لإدارة الإنترنت مستقبلا. نحن سمعنا كثير من التعقيبات،
تؤيد فكرة الجي اف، وربما يمكن بناء البيت على قاعدة الجي اف، و نحن مدعوين لمناقشة التفاصيل خلال الأشهر التالية. وأنا كنت أيضا أدون الأفكار بالنسبة لتنسيق المناقشات التقنية، وأنا أتفق مع باتريسيا هوخشيلد أنه ما في شك أن مبدأ دولة القانون طبعا تسري على الإنترنت، شأنها تسري على العالم التمثيلي، وهناك كثير من الدعوات إلى تعبئة الموارد المالية، ويسرني بأن الوزير ألتماير أكد امبارح أن ألمانيا تؤيد الاي جي اف بواحد مليون دولار سنويا، وأعمل هناك دول أخرى تدعم الاي جي اف بهذه الطريقة. لنعود إلى وولفغانغ كلاين فيشتر الذي قال لابد من التغلب على الفجوة بين الاي جي اف وهيئات صانع القرار، وهو على حق. يعني كيف يمكن ان نتوصل الى نتائج ملموسة خصوصا على مستوى الامم المتحدة، ثم الدعوة الى المزيد من المساهمة والمشاركة؟ وأعتقد هذا ينطبق خصوصا على الوقت ما بين جلسات الاي جي اف المختلفة. أشير إلى ألمانيا كتشامبيون، ولكن أعتقد نحن نوع من الوسيط ما بين الأطراف المختلفة بعد انعقاد هذا المؤتمر. إذا نحن سنعمل على أوسع ما يمكن من الشمولية، وأدعوكم أنكم تحضرون وتخاطبونا، ونحن نحاول تطبيق كل ذلك. شكرا دانييلا. عندي أيضا تعقيبات وفي نهاية كلمة الشكر، ولكن قبل ذلك عندي إعلان. أنا كنت منذ سنوات طويلة كنت أتابع عمل الـ IGF منذ سنوات. يعني الأمر هو ليس لا يكمن في تحويل السياسة إلى الأشكال التقنية، خصوصا عندما لا يفهم السياسي التكنولوجيات. وبالتالي أرجوكم أنكم تعرفون الـ IGF لا تكون هيئة سياسية، ونحن دائما كـ IGF دائما كنا مترددين جدا بعدم صنع القرار السياسي. أشكركم جميعا أيضا على من كان معنا أونلاين، وخصوصا طبعا أيضا من كان يناقش هناك على المنصة. وطبعا هنا نحن دائما نحاول أن نواكب التطورات، وشاهدنا تغيرات كثيرة في السنوات الأخيرة، وخصوصا في هذه السنة هناك تغييرات أيضا بدعم الحكومة الألمانية. نحن منذ سنوات كنا نعمل كثيرا على زيادة مساهمة القطاع الخاص وجهات أخرى أيضا، وألمانيا عملت كثيرا في ذلك. هناك مثلا أيضا نواب البرلمان الألماني شاركوا، هناك لقاءات برلمانيين، هناك الصناديق المالية التي تدعم مشاركة مندوبين من دول نامية. وفي العام الماضي بذلت جهود كبيرة في سبيل التركيز الأكبر على مواضيع مثل العدالة بين الجنسين وفي السياسة، وتحسين تغطية ذلك بالتقارير. هناك ثلاث لقاءات دوريات انعقدت بعد كل شهرين تمهيدا لهذا المؤتمر، يعني بالإضافة إلى
أجف، نحن بحاجة إلى المزيد من المشاركة. لا أعرف الأرقام المحددة أو بالنسبة للتعهدات المالية، ولكن أعتقد هيئة الأمانة لها فقط 1 مليون كميزانية، وهذا لا يشمل فقط عمل الدكتورية ولكن أيضا نفقات السفر للممثلي الدول المختلفة. طبعا لا نريد أن نكرر باستمرار الإشارة إلى نقص الموارد المالية، ولكن من الواضح لا نستطيع أن نعمل بشكل جيد بدون الدعم المالي والمادي لنا، خصوصا أيضا لتمويل السفريات. وفي هذه الحالة نحن حصلنا على دعم مالي إضافي، وبدونه لم نتمكن من أداء واجبنا تقديم التقارير والنشاط على مستوى الأونلاين. وأشكر أيضا المترجمين والكاتبات للنص على الشاشة. وفي السنة وفي الأيام القادمة سنتقدم بتقارير، والأسبوع القادم في هناك أيضا تقرير عام وشامل. وأظن أن المنصة رفيعة المستوى للأطراف المعنية الجديدة تسمع بشكل دقيق لمواصلة عملنا. إن كان عندكم تعقيبات أو أفكار جديدة أرجوكم تكتبوا رسائل إلكترونية إلينا. شكرا جزيلا، ولابد من تفريغ القاعة الآن لكي تبدأ هنا التحضيرات للجلسة الافتتاحية. والآن حان الوقت للغداء، وشكرا جزيلا. Er sieht mich, er weiß, dass ich mir eins hole. Noch mehr auf der Bühne oder hast du alle? Nein, da ist nicht alles runter, da ist es nicht. Ich habe noch ein Mikrofon geholt und ich mache jetzt noch irgendwas. Ich weiß wohl auch, Bescheid. War die Nummer 3.
Ladies and gentlemen, would you please get this room clear for the next event as soon as possible? Thank you very much.